برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا كلام مهم جدا 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 داخل النادي الأهلي في أمور عديدة. كالعادة بنناقش كل حاجة مع حضراتكم وبنفتح قلبنا وبنقول لكم الواقع، خصوصا اللي احنا ملناش مصلحة ملناش أي أهداف ومنشتغلش انتخابات، لكن لازم نبين الحقيقة في أمور كتير، خصوصا اللي احنا شاهدين على العصر شوية وناقشنا الكلام ده قبل كده داخل قناة النادي الأهلي بشكلها السابق. قصة مسك ومش مسك اللي بتتفتح كل شوية، هكلمكم في أمور جديدة النهاردة. هكلمكم في أمور تزييف الحقائق، بمعنى اللي في أمور واضحة وباينة. ليه في التوقيت ده بنتكلم على بعض الأمور اللي هي لا تمت بالحقيقة بصلة؟ وطول الوقت اللي أنت تشتغل اللي أنت تبقى عمال تدافع 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 من مين؟ هي دي الفكرة. كمان اللي عايزين نتكلم فيه عشان الامور تبقى واضحه للجميع، ايضا الصحف من تاني، اسماء بعينها كل يوم اخبار سيئه جدا. هو حضراتكم ما شفتوش الكلام اللي احنا عرضناه اللي هو بيضايقكم اكيد، المهندس محمود طاهر مع الكابتن محمود الخطيب، ما شفتوش الاستاذ خالد الدرندلي وخالد مرتجي مع الاستاذ كامل زاهر، ما شفتوش ما شفتوش ما شفتوش. كل يوم بنوري حضراتكم الصوره الجميله للنادي الاهلي. طيب قبل ما اتكلم في اي حاجه النهارده، لان بعد كل حلقه بنلاقي امور غريبه جدا، وفكره سواء الفيديوهات اللي بتتعمل اللي هي فيها زعزعه اللي هي اهانه الرموز، يعني على سبيل المثال بعد حلقه يوم الاحد اصدقاء كتير جدا واحنا معانا اسطول من جماهير النادي الاهلي بيبعت كل حاجه كل البرامج، بنقعد كده نذاكر مع فريق العمل ساعه واثنين وثلاثه واربعه وتوصل لسبع ساعات، وبنشوف عشان نشوف الناس دي عايزه ايه. تلاقي بعد حلقه يوم الاحد الماضي شادي محمد مش عارف بيقول ايه على الكابتن محمود الخطيب، ده احنا ما قلناش اي حاجه غير ده، احنا بنقول ده احنا ايد واحده وبنقول بنحترم الجميع. طب ليه كده؟ طيب عشان نسكت؟ طب بيتعمل كده عشان لا مش هنسكت، الكلام دوت هيخلينا نتكلم اكتر، لان احنا ما بنقولش حاجه، بنقول المهندس محمود طاهر راجل محترم وتعب وعمل بناء وتطوير، وبنقول الكابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة جدا واسم كبير جدا داخل القلعة الحمراء اللي هي تاريخها كبير ولينا رموز كتير جدا وعلينا اللي احنا نحترم الجميع. طيب هنروح لكل ده هتكلم فيه، بس الناس دي بتعمل كده ليه؟ الناس دي بتحاول تولعها نار ليه؟ عايزين تقلبوها معركة ليه وهي مش معركة؟ ولا بقبل اللي هي معركة انتخابية، الكلام ده مش صح. عشان نتكلم الحقيقة اكتر، ده انتخابات فيها قائمتين محترمين الاثنين من ولاد النادي الاهلي، في ناس داخلين مستقلين زي عمر ربيع ياسين والكابتن منى عبد الكريم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، والكل داخلين يخدموا النادي الاهلي. هو العمل التطوعي يبقى وانت داخل تخدم يبقى فيه معارك وصراع وكل يوم ناس بعينها ونفس الاسماء على مستوى الكتابه وعلى مستوى الاعلام، ويجي يقول لك حياديه؟ ما هو الحياديه والشفافيه والكلام ده كله سيب الجمعيه العموميه، سيبها تختار، سيبها تعبر عن رايها، سيبها. مش احنا دايما بنقول يا جماعه، وتلاقي لما تستضيف حد من اللجنه الاولمبيه او الوزاره يا جماعه الكلام ده كله علشان جمله واحده وفضفاضه، تعظيم دور الجمعيه العموميه، مش عارف الشفافيه، الوضوح، الناس لازم يبقى فيه ديمقراطيه وحريه الراي. لكن في ناس عندها حريه الراي مش عايزين، في فكر قديم، والله العظيم دي الحقيقه، نفس النمط نفس النمط، تشوف ده نفس النمط وتشوف هنا نفس النمط. لكن هتكلم عن كل حاجه، لكن خلوني في البدايه اطمن على فريق كره القدم اللي حتى ده كمان بعد شويه هتشوفوا اللي هم ما سابوهوش او مش عايزين يسيبوه او عايزين ينتقدوا كل حاجه وهي مش موجوده. كل ده هعرضه لحضراتكم عشان تبقوا معايا طول الوقت في الدنيا ماشيه ازاي، لان لولا الظهير الجماهيري المحترم سواء جماهير النادي الاهلي او جمعيته المحترمه اللي احنا بيقوونا وبيخلونا نتكلم، وهبقى اقول لكم بالاسماء الرسائل، رسائل كتير جدا لما بنتناقش مع الناس كمل في الطريق، وانا بتبسط جدا اول ما يقولوا كده، بتحس ان انت ظهرك مسنود. لكن لو مفيش الظهير ده للامانه هنبقى يعني الباب هيبقى موارب، نتكلم لا، طب نقول للناس الحقيقه، ما الناس مش عايزه تصدق،
لكن احنا في عصر اللي قامت ثورات عشان الدنيا تتغير حتى على مستوى الاعلام. هتكلم في كل ده، بس اسمحوا لي في البدايه اطمن على فريق كره القدم مع مراسل قناه النادي الاهلي زميلي كريم احمد. كريم، على الفريق، فريق اخبار الفريق ايه؟ كابتن حسام قال لفرقته ايه؟ مين مصاب؟ الدنيا ايه داخل الفريق النهارده؟ كريم اتفضل. اهلا بيك كابتن شادي، واهلا بكل مشاهدي الكره والجماهير. زي ما احنا عارفين طبعا استعدادات مستمره ومكثفه للنادي الاهلي لمواجهه الانتاج الحربي الساعه 8 مساء ان شاء الله يوم الخميس في استاد السلام. بنتمنى في البدايه اكيد التوفيق لكابتن حسام البدري في مباريات الدوري العام، كما شاهدنا طبعا مباراه رائعه للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر. بنتمنى ان يكون ان شاء الله انطلاقه ثانيه للنادي الاهلي في الاهلي والانتاج الحربي. بدا النهارده المران قعدته في الساعه 4 عصرا، لكن قبل المران كان في محاضره بالتاكيد للكابتن حسام البدري، كان في محاضره فيديو استغرقت 25 دقيقة، كان فيها كالعادة طبعا نقاط القوة والضعف الفريق، الانتاج الحربي، طريقة الامور اللي هيكون في المباراة، كابتن حسام بدري هيلعب بطريقة ايه. لكن قبل ما اكلمك في المباراة، يمكن في حالة استياء كبيرة جدا من كابتن حسام ولاعيب والجهاز الفني للنادي الاهلي على عدم تأخر وصول لاعب الدوليين للنادي الاهلي، كما هو كان معلن طبعا ان هي البعثة هتصل امس يوم الاثنين امس، لكن وصل الظهر اليوم. النهارده كابتن حسام اكيد كان عايز يستفيد باللعيبة على الاقل، ان يكون في تدريب خفيف ليهم النهارده عشان يستفيد بيهم بكره التدريب الاساسي اللي هيكون قبل المباراه. فالنهارده يمكن كان في ربكه شويه كده في التدريب، لكن خلاص اكيد النادي الاهلي لابد ان يتقبل الامر. غدا ان شاء الله يكون انتظام للاعبين الدوليين في المران اللي هيكون الساعه 4 عصرا على ملعب مختار التتش. لو برجع معاك تاني للتدريب، النهارده بعد المحاضره كان في فقره تدريبيه بدنيه للكابتن انيس الشعلاني من خطه الاحمال، ما كانش فيها سرعات كثيره، لكن كان فيها بعض الجري في منتصف الملعب. واختتم كالعاده الكابتن حسام البدري المران بتقسيمه في منتصف الملعب، الكل شارك فيها في روح وفي حماس وفي تركيز كبير جدا، ده اللي شايفينه من خلال التدريبات. كمان عايز اكلمك على وليد ازارو. وليد ازارو ما كانش بيشارك في مباراه في التدريب الماضي، كان هو عنده اجهاد اشتكى منه الطبيب النادي الاهلي خالد محمود، وعلى اثره طبعا ريحه من التدريب واتدرب تدريبات خفيفه. النهارده شارك في الجماعي وكان ظاهر بشكل طيب جدا. عوده كمان علي معلول بعد تاهل منتخب تونس لكاس العالم في روسيا 2018 عاد النهارده، لكن كان في استبعاد من التدريب الجماعي، تدرب خفيف كده في الجيم تحت اشراف الكابتن محمد ابو العيله. لكن اللي بيستمر في الغيابات بالنسبه للمصابين للنادي الاهلي هو محمد نجيب وكريم نيدفيد. يعني حتى اللحظه دي يمكن هم ماشيين في البرنامج التاهيلي. محمد نجيب زي ما احنا عارفين عنده الام في الحوض منعا ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه خلال الايام الماضيه. كريم نيدفيد كمان عنده تقل في العضله الخلفيه، محطوط لبرنامج تاهيلي. الامور ماشيه معاهم بشكل طيب بالنسبه للتاهيل، وبنتمنى ان شاء الله ان هم يعودوا سريعا دي التدريبات بالنسبه للنادي الاهلي. غدا ان شاء الله زي ما بقول لك كابتن شادي الساعه 4 عصرا هيكون المران الاخير لفريق النادي الاهلي، من بعدها هيتوجه الى معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه بجانب استاد السلام اللي هيستقبل المباراه ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. والامور ماشيه بشكل طيب، ويبقى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاهلي والانتاج الحربي. تمام، في ملامح للتشكيل كريم ولا لا؟ ولا كابتن شادي، يعني في ممكن نقدر نقول، لكن يمكن حتى اللحظه دي احنا ممكن بكره نلاقي كابتن حسام بيستعين ببعض اللاعبين اللي جايه من المنتخب، من اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه. مش قادرين نقول يعني في عناصر اساسيه، لكن يمكن ممكن اللي يثبت عليه بشكل كبير كابتن حسام هو حسين السيد وايمن اشرف ومحمد هاني في مركز المساك. دي ممكن نشوفها بشكل كبير بجانب باسم علي ناحيه اليمين في خط الظهر، لكن منطقه المنتصف ومنطقه الهجوم وممكن يبقى فيها بعض التغييرات. فاكيد يعني بنتحفظ ان احنا ما نقولش اي حاجه ما بقاش فيها المصداقيه زي ما احنا عارفين يا كابتن شادي. تمام، زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. اتقفلت صفحه افريقيا، دلوقتي بنركز في الدوري، وهو ده النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه، عايزين قمه المجموعه او قمه الدوري انا اسف من بدري نبقى موجودين، وهو ده الاهلي، دي مكانته. لما تخلص مباراه الدوري من بدري والتركيز، والاهم اللي احنا قلناه اللي كنا السنه اللي فاتت في بعض المباريات بندردش فيه مع بعض، ان الاهلي لازم في كل المباريات يبقى هو الفعل مش رد الفعل. لما الاهلي بيبقى الفعل ضغط سيطره بيبقى مرعب لكل الفرق. عايزين من بدري ان شاء الله نحسم كالعاده مع الكابتن حسام البدري اللي احنا بنثق فيه، والحمد لله رجع بالسلامه للفريق. وكمان نشكر الكابتن احمد ايوب قاد المباراه الاخيره باقتدار مع جهازه الفني بالكامل. ده كان مهم جدا في البدايه كالعاده نطمن على فريق كره القدم. كمان احنا نتكلم في الوقت اللي غيرنا مش هنتكلم. مبروك فريق كرة اليد الفوز على نادي الزمالك النهاردة في الدوري بنتيجة دوري المحترفين بنتيجة 23-22، قدموا مباراة طيبة جدا. احنا عارفين كمان لفريق كرة القدم
فريق كره اليد النادي الزمالك، فريق محترم جدا لسه محقق بطوله افريقيا، وباركنا لهم هنا على الشاشه كمان، بيضم لعيبه متميزه، لكن معانا مدير فني محترم ايضا كابتن عاصم حماد، ومعانا فريق من الرجاله، وفوز في توقيت مهم جدا كمان لفريق كره اليد، خصوصا بعد لسه كان في هزيمه من نادي الزمالك في بطوله افريقيا، لكن دايما لعبتنا رجاله، دايما لعبتنا في الميعاد. والبعض بقى ابتدى يطلع في انهيار في كره اليد، البطولات بتروح الحق هزايم، حد هيتكلم؟ لا محدش هيتكلم، احنا نتكلم، احنا قناه النادي الاهلي الرسميه اللي طول الوقت مساند وداعم، ونفهم في الاصول، ونفهم يعني ايه هويه الاهلي، ونفهم يعني ايه مبادئ الاهلي، ونفهم يعني ايه قيم الاهلي، ونفهم يعني ايه الاهلي موجود ومازال موجود باي حد، باي حد. سيبوكوا من العبث، الضحكه على المشاعر بعقول الناس، والاهلاويه الجدعان ما بيمشوش ورا الكلام ده. وكل الاهلاويه هتقول لهم جمله واحده هيقول لك ايوه، هتقول لهم احنا بنعشق الاهلي، واللي يقود سفينه الاهلي كلنا وراه هيقولوا ايوه ده الكلام المظبوط. بتبقى اللي حابب الكابتن محمود الخطيب شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، ايوه عايزه يقود السفينه، واللي حابب المهندس محمود طاهر ايوه عايزه يقود السفينه، لكن في الاول وفي الاخر كلنا مش هنختلف على جمله واحده، الكيان كلنا بنعشق الكيان. وبالمناسبه هيجي اللي هيجي كلنا هنروح الاستاد وهنشجع الاهلي، صح ولا ايه؟ اي حد بيلبس فانيله النادي الاهلي كلنا هنبقى في المدرج بنشاعد النادي الاهلي، عندنا السوبر هيبقى موجود في صاله النادي الاهلي كلنا هنروح ايد واحده وهنشجع، وجماهير الاهلي هتبقى موجوده هتشجع الاهلي، ولا انا بتكلم غلط؟ لكن بيحصل بعض الامور الغريبه العجيبه. لكن خليني مره ثانيه قبل ما اتكلم بقى في اي حاجه النهارده، عايز ابارك لفريق كره اليد الكابتن عاصم حماد وكل اللعيبه الرجاله، كل اللعيبه الرجاله، هو ده الاهلي، تخرج من هزيمه ترجع بانتصار كبير على نفس الفريق. فمن هنا ببارك لهم على الانتصار، لكن لسه ما عملناش حاجه، احنا التارجت بتاعنا مختلف عن اي حد، احنا الفوز ده بالنسبه لنا عادي، ولكن التتويج ببطوله الدوري والكاس وافريقيا من تاني هو ده النادي الاهلي في كل الالعاب. عشان كده هنروح ندردش في بعض الموضوعات المهمه. وقبل ما دردش في اي حاجه انا احكي لكم تاريخ شويه واحنا بندردش مع بعض، وعايز كل اعضاء الجمعيه العموميه تسيب لي ودانها شويتين وتشوف بكلمكم بنتكلم في واقع مظبوط وحصل، ولا احنا ناس بننافق وبنلعب انتخابات وبنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. انتوا الحكم كمان، جماهير النادي الاهلي ما ينفعش كل حاجه تتقال نردد اسمعونا اسمعونا، مالناش مصلحه، ما بنشتغلش انتخابات، لكن في حاجه اسمها انصاف، يعني لما جماهير الاهلي تتظلم بنقف ساعتها الله ينور، انتوا برنامج محترم بتقف جنب جمهورك، لما يحصل حاجه لاي نجم من نجومنا بنقف عشان ننصف الحق، بيتقال برنامج محترم، لما يتقال في موقف معين بننصف الحق فيه، او اي موقف اتكلمنا فيه على مدار تاريخ البرنامج ده بيتقال الله ينور عليكم تكلموا باسمنا، لكن لما نيجي نتكلم في اي حاجه تانية ممنوع وحرام وعيب، لا انا اسف. في انصاف في التاريخ، في حق لازم يتقال. اللي يكسب يكسب، هنقول له مبروك وكل الاهلاويه وراك. انا خايف من المستقبل القريب اللي بعد ايام تتعدى على صوابع الايد، تلاقي الاهلاويه بيعايروا بعض، بيقولوا لبعض انا الجبهه اللي كنت معاها كذبت، ويطلعوا لسانهم لبعض، نبقى زي العيال الصغيره ونبقى زي الانديه الثانيه، صح ولا ايه؟ بصوا لبكره يا اهلاويه، بصوا لبكره يا اعضاء الجمعيه العموميه، اقف جنب اللي انت عاوزه، قاتل عليه، وهي مش خناقه، لان من حقك تقول رايك في الصندوق، لكن في نفس الوقت علينا ان احنا نحترم بعض، لان رايحين لطريق مش لطيف ومش نضيف، هي دي الحقيقه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا مش بساند مجلس حالي ولا سابق ولا سابق، انا دوري اقول كلمة الحق واقول الانصاف، الانصاف اللي احنا اللي انا شفته اللي انا قلته لما كنت موجود على مدار الثلاث سنين او الاربع سنين ونص اللي فاتوا، ده دوري. الاقي ناس بتكذب وتصدق الكذبة وتعيش فيها، والمفروض اللي انت تدافع عن نفسك، ايه ده؟ في كده؟ ده مش قهر، ده قهر وظلم
وقول اللي انتوا عايزينه تقولوه. ده حاجة جديدة علينا يعني، في جمل بسمعها أنا آسف، هوية الأهلي مش موجود عشان خاطر إيه مش موجود؟ يا جماعة والله من غير برنامج ومن غير أي حد، الجماهير والنادي ده هو اللي عملنا كلنا. لما هتحس بالخطورة جماهيرك مش هترحم حد، لما تحس بالخطورة الجماعة العمومية مش هترحم حد. هو ده اللي عايز أقوله. فنقعد بقى نتكلم ده ما عملش، ده عمل، ده ما عمل. بنسن سنة غير حميدة للي هيجي بكرة ولا هيجي بعد 14 يوم. هتلاقي الناس يتعب تقول له ابويا، هتلاقي يتعب ويبذل مجهود عشان يرفع اسم نادي، هتلاقي اللي انا بقوله هو اللي موجود، لان انت خلاص بتمشي النمط ده، النمط اللي مش لطيف، النمط اللي مش حلو. وانا هثبت لكم النهارده، انا قلت لكم قبل كده الصوره بتتكلم، مهما اقعد اتكلم ممكن ناس تصنفنا، واللي يقول لك مش عارف ده مش عارف مع مين وبينتمي لمين وبيعمل ايه. انا حر في الصندوق خارج الشاشه، انا اعمل اللي انا عايزه، اقول اللي عايز اقوله، انتخب اللي عايز انتخبه، اساند بكل قوه اي حد. تيجي على الشاشه هتحدى، لقيتونا مره بنجيب سلبيه هنا وسلبيه، يجي يقول لك انا بتكلم على الصحافه بشكل عام بتشتغل لان ده اسم الاهلي. ما ينفعش يكتبوا على الاهلي كده. ده رافع يترفع قضيه على الشجرتين اللي قدام فرقه الشام، ده اللي ناقص. وفي الاخر نسكت؟ لا، بندافع على الاهلي. انتوا عاوزين ايه؟ كمان مش عاجبني حاجه عشان اتكلم بامان. انا افهم اللي نازل انتخابات هنا وهنا لما تروح برنامج، انا ما بملاش على حد حاجه، بس ده اللي انا افهمه واتعلمه. لما نروح برنامج ضيف وعايز الجمعيه العموميه تصدقني، او عايز الجمعيه العموميه تحترمني، او عايز الجمعيه العموميه تروح تصوت لفلان الفلان، ابراهيم، اسماعيل، خليل، اي حد، اطلع الاول اخد كل واحد ساعتين تقطيع ونص ساعه تقول لي هتعمل ايه. ده هو ده اللي بيضيع هويه الاهلي، وهو ده ضد قيم الاهلي، وهو ده ضد مبادئ الاهلي. اطلع قول انت هتعمل ايه، هتطور ازاي. اطلع قول انا السباحه هعمل فيها كذا، اليد هعمل فيه كذا، كره القدم هعمل فيها كذا، اللي مش عارف ايه كذا، وهو ده الامور بتمشي كده. لكن اول حاجه نفرم في بعض، واخر حاجه نتكلم فيها التطوير وهعمل ايه للجمعيه العموميه، ونعمل اسقاطات على ناس ونبتدي تاني هيرد والتالت يرد والرابع يرد، وده بيساند ده وده بيقاتل وبيستميت ويقول لك حياديه. مش ده اللي احنا عايشينه؟ انا بدردش وفتح قلبي كل حلقه في البدايه، كل حلقه بفتح لحضراتكم. والله قلت لكم النوايا يعلمها الله، ونوايانا لكل مرشح ايه، لكن لينا اختيار جوه نفسنا. واضح لبعض الناس يوضح. هو كمان حاجه اقول تمنعني ان انا اقول صوتي كمان، مش شادي. انا في ناس بتعمل، بشوف في ناس تكتب حاجه اهانات غير طبيعيه. فمن هنا اللي يبقى ضيف ملوش دعوه في ايه، في مستندات وورق وحاجات بتقول، وهقول لكم كل حاجه النهارده. واتحدى اي جملة بقولها اللي هيعترض عليها يدخل معايا يتفضل، ودي قناتكم كلكم. ايه رأيكم؟ مش واخدين بالكم لما بنتكلم هنا عمر ما حد كدبنا في حاجة؟ او انتم مش واخدين بالكم؟ مش واخدين بالكم لما بنتكلم على اي ناقد رياضي او اي حاجة بنعرضها ما بنسمعش رد، اما بنعرض كمان حاجات بالمستندات وبالصور وبالفيديوهات، هيدخل يقول ايه؟ اي مخلوق هيدخلوا يقولوا ايه؟ لان احنا شاهدين على العصر، ونعرف برضو زي ناس كتير تعرف امور كتير جدا. لكن زي ما قلت نشتغل، نكلمكم في الكورة، نكلمكم عن نادينا، نحمي اللي احنا اتعلمناه. طيب هدخل في الموضوع على طول. مرة تانية انا ضد اي حد يقول حاجة مش مظبوطة ويقنعنا بيها ويفضل تتروج وامور مش مظبوطة، وفي الاخر مطلوب تدافع عن نفسك والمفروض اللي انت تكذب الكلام اللي بيتقال اللي هو من الاساس مش مظبوط. يعني والله ما مصدق، يعني انا حتى الواحد بيشوف الكلام ده بيستغرب. بمعنى مرة تانية قبل ما اتكلم
ده انصاف للحق. فالحق هيزعن ثواني يا جماعه. اللي هيبتدي بقى يصنف ويقول ده تبع مش عارف ايه وتبع براحتكم بالمناسبه. لكن في ربنا سبحانه وتعالى عارف احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان التاريخ كتب ده. والحق لو بيزعل الناس يزعل، لان الحق اهم حاجه عندنا. فاسمعوا معانا التاريخ باستفاضه عشان نقول كلمه الحق. انا رصدت بالمناسبه اللي انا هقوله ده قالوا اعضاء سابقين، مش انا جايبه من عندي. وكمان الظروف واحنا بنحكيها مع بعض دلوقتي هتعرفوا قد ايه كمية الظلم اللي محدش يقبلها. ده بعيد عن موضوع الشيخ زايد اللي انا هتكلم فيه بعد شوية، لكن هحكي لحضراتكم بعض الظروف سريعا. حصلت انتخابات ما بين المهندس محمود طاهر والاستاذ المهندس ابراهيم المعلم. ناس كانت من هنا، ولا احنا كنا في اللعبة اساسا، ولا هنا ولا هنا، لان بنشتغل زي ما قلت لكم قبل كده بكوميتنا. لكن اللي بيروح يلف عشان عايز منصب دول كتير، وانا بصدد اللي انا يعني ما اتكلمش عن ده، لان مجرد ما انت ما تدوش المنصب اللسان بيبقى قد كده، وانا ضد الكلام ده تماما تماما. فهبعد عن الكلام ده خالص وهقول جملتين مهمين. جت الانتخابات بكل شفافيه ووضوح، كسب المهندس محمود طاهر، حصل مباركه من هنا ومن هنا، وده النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناه. الناس بتقود السفينه من تاني يوم، كسبوا، ابتدوا يتحركوا يشوفوا المشاريع ايه والدنيا فيها ايه. والكابتن حسن حمدي وقتها كان في مؤتمر صحفي انا متذكره كويس جدا، قال جمله مهمه، اللي واحد من افضل الاداريين في مصر، يلا كمان اوله. دي اللي هي بنغلط في الكابتن حسن، مش هتعرفوا لان ورانا ظهير جماهيري. كل جمله هاكد على الكلام ده. المهم الكابتن حسن قال الله يكون في عون اللي هيمسك من بعدي، لان الظروف صعبه جدا اقتصاديا. نجح المهندس محمود طاهر. لما نجح المهندس محمود طاهر، حاجات عشان ترجعوا للتاريخ اللي عايزين تعرفوا تاريخ، ما كانش فيه حاجتين، ما كانش فيه رئيس للدوله، وما كانش فيه مجلس شعب. وكل مصر تروح في قطاع الطب مطالب فئويه، تروح للسكه حديد مطالب فئويه، تروح للشركات مطالب فئويه، تروح في كل مكان في مصر مطالب فئويه. ده اللي كان موجود. انا هتكلم بالارقام، الكسور هعليها شويه عشان حضراتكم تبقوا معايا في الصوره وركزوا معايا. فده استلموا المجلس اللي كان مين؟ المهندس محمود طاهر، الاستاذ احمد سعيد، الاستاذ عماد وحيد، الاستاذ كامل زاهر، الاستاذ هشام العمري، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ مهند مجدي، الاستاذ مروان هشام، محمد جمال هليل، واعتذر بقى لو انا نسيت، والحاج محمد عبد الوهاب. والناس اشتغلت، لقت الامور صعبه. اول حاجه عشان تبقوا معايا في الصوره، دي كان حال مصر، ده كان حال مصر. المطالب الفئويه كتير، قمت بثورتين، في ناس جتتها نحست عايزه المخده وتنام وعايزه المرتب يجي لها لغايه باب البيت، وفي ناس عايزه تشتغل وعايزه تكافح وعايزه تبني بلدها، وفي شباب عايز فرصه بيقاتل عشان يبني البلد دي وعايز مشروع قومي يدخل فيه، وفي ناس لسه كانت قاعده بيجمعوا بعض ثوار احرار هنكمل المشوار. كان عندك الطبقات كلها، كان في تيار ديني وتيار ليبرالي وعلماني، وابتدينا عشنا في حاله كانت غريبه. مصر ما كانش فيها امان، كنت تخاف على ابنك ينزل على باب العماره كلنا. ده الحال لما جه مجلس اداره النادي الاهلي بالاسماء اللي انا قلتها. واتحدى حد يدخل يكذبنا للمره المليون، بقول احنا شاهدين لان كنا بنرصد كل حاجه وعرضنا الكلام ده فحافظينه. دخلت الناس لقت النشاط الرياضي وفريق كره القدم اللي حضراتكم عاوزينه يتطور بسرعه 64 مليون جنيه او 63 مليون جنيه لازم تسددهم. ده دي كانت البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليك لشركه مسك اللي هي دلوقتي الافلام الهندي اللي بتتعمل عليها 14 مليون جنيه ومش عايزين يدفعوا. الاهرام اللي هي كانت الشركه الراعيه، ميعاد الدفع يجي مش عايزين يدفعوا. ادفع يا بيه، ما في، لا يماطل. فلاول مره تحصل اللي انت ابتديت تسيل خطاب التامين اللي بيتقال عليه دوت. فدي الامور كانت ماشيه كده. وليك بره مبالغ كبيره جدا جدا،
وكمان عليك مديونية تتعدى ال 167 او 168 مليون جنيه. فالظروف صعبة جدا، واحنا كنا وقتها بنطالب بالدوري، الدوري كورة كورة كورة، واعتزل نجوم. انا هحكي واقعة مع اربع لاعبين، اعتقد محمد فضل، محمد بركات، نجمنا محمد ابو تريكة، وفي لعيب كمان يعني اتمنى ان انا افتكره، اعتقد سيد معاوض، وكان احمد فتحي كمان من ضمنهم. بنتكلم في 12 او 13 او 14 لاعب ليهم مستحقات سابقه، ومش بنتهم حد، لان دي الظروف الصعبه اللي كانت بتمر بيها مصر، دي كانت الظروف وقتها. فانت جاي موظفين، نشاط رياضي، كره قدم، ظروف صعبه للمجلس كله مش لفرد، مجلس بالكامل. انا بكلمش على واحد، انا بتحمل مسؤوليه لان روح الجماعه موجوده. هدخل في الموضوع اكتر، غير الضرائب، غير المحافظه، غير وغير وغير، امور كتير جدا حصلت، ده بسبب بعض الظروف اللي كانت في الدوله. طيب انا مش هروح لها، انا اروح النهارده اعمل عقد ب 251 مليون جنيه مع شركه جديده. ما هو مين اللي جابها؟ المجلس اللي موجود، المجلس اللي هم مش خمسه بالمناسبه، المجلس اللي هم العدد اللي انا قلته من شويه، هي دي الحقيقة. ابتدوا يجدد بنك مصر العقد بتاعه، يزيد بقى ب 56 مليون بعد 5 او 10 مليون، فالرقم كبير. يبتدي يعمل عقود في دولة كانت الامور صعبة، مفيش رئيس جمهورية، مفيش مجلس شعب، القانون بيمنعك تستثمر. عشان كده كنا بنقول القانون القانون، مش عارف تعمل استاد، مش عارف تعمل حاجة. تمام؟ واجي وهي دي الحقيقة، وأتحدى أي مخلوق يتفضل يعمل مداخلة ونتناقش، لأن الظروف كلنا شفناها، كنا عايشين ولا كنا في مناصب ولا كنا في حاجة، ولا عايزين مناصب ولا عايزين برامج. تمام؟ فاللي حصل بعد كده يا فندم، وكل واحد يركز معايا، وكل سيدة وكل طفلة أهلوية، كل الناس تركز عشان تعرفوا الحقيقة، عشان بعد كلام النهاردة محدش يقعد يسمع كلام تاني. تمام؟ حصل التعاقد على مع شركة صلة بربع مليار جنيه، كويس، وتعمل بعض العقود المحترمة عشان تفتح زايد وتعلي. أنا يعني بحاول أنجز مع حضراتكم بسرعة، عشان ترفع العضوية لمبلغ محترم لازم تطور، ولازم تبني، ولازم 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 تعمل حاجات كتير. هتروح تعلي البتاع وهي صحراء، او هي فيها مبنى بس لوحده، فبالتالي عشان تعلي العضويه لازم يبقى فيه جناين، يبقى فيه حمامات سباحه، يبقى فيه العاب، ملاعب، سله، يد، عشان الناس تروح تلاقي حاجه. مش ده الواقع؟ طيب مش عايز انط بقى بسرعه. يبقى الظروف كانت صعبه، مصر كلها واقفه، ووقتها كنا بنقول لحضراتكم كلمة أنا فاكرها كويس قوي، لو كل مؤسسة في الدولة اشتغلت زي ما الأهلي عمل ده، رحت عملت طورت في مدينة نصر، طورت وبنيت بعض الحاجات، طورت في الجزيرة والشيخ زايد، طورت وبنيت. طيب نقول ايه في الظروف اللي كان فيها الدولة دي والفكر ده بالمجموعة كلها بقى، مش هقول خمسة ولا أربعة، والناس دي كلها عملت ده، يتقال لها إيه يا أهلاوية؟ يتقال لها إيه يا أعضاء الجمعية العمومية في ظروف دولة متكتفة؟ دولة مصر كلها، كل مصانعها، كل يوم مظاهرة، كل المؤسسات واقفة، لغاية لما جه رئيس الدولة وابتدى حتى دي ما اترحمتش. بتكلم بقى بشكل عام، تعمل مشروع، تعمل تطوير، تعمل مباني، تعمل تطوير في السكك عشان ما ده حصل، او تعمل مشاريع. طبعا انت قاعد هدمة 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 هدمة. والاهلي في التوقيت ده بيعمل اللي انا حكيته باختصار، يتقال له شكرا ولا يتقال له بويا؟ طيب اسمعوا عندكم عشان تعرفوا بالارقام. الاصول الثابتة في 2014 كانت 100 مليون جنيه. الاصول الثابته في 2014 100 مليون جنيه. الاصول الثابته في 2017
344 مليون جنيه. ايه رأي حضراتكم؟ عارفين الفرق كام؟ ده الفرق 244. 244 مليون اتجاب بيهم اوكر وابويا. يا ناس الظلم وحش، العدل حلو، الظلم وحش والعدل يعني هو المفروض يسود ما بيننا. ونقول ده الكل عمل، الكابتن عبد الصالح الوحش والكابتن صلاح سليم والفريق مرتجي والكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر. تيجي عايزينك تقول كل ده وعند محمود طاهر ممنوع وعيب وحرام. هو في ايه؟ هو فين العدل؟ ده انصاف للحق؟ ما انا كله بيكمل بعض، الكل بيكمل بعض، الكل هو ده ولاد النادي الاهلي، هو ده ولاد النادي الاهلي، ولاد الاصول اللي بيعملوا ده. لكن في ب 244 مليون بويا واوكر وابوابه يا اخي عيب. عارفين لما تتقال الجمله دي معناها ايه؟ كده بتضيعوا هويه الاهلي بالكلام ده، عشان اللي هيجي ويتعب تاني هتلاقي بيتقال له نفس الكلام من البعض، واحنا ساعتها هنقول له عيب بتضيع هويه الاهلي، كده بتضيع هيبه الاهلي بالكلام ده، كده بتضيع قوه الاهلي، قوتنا اللي احنا نبقى واحد، قوتنا اللي نبقى ايد واحده، قوتنا اللي نقول للي فات شكرا ونقول للي جاي شد حيلك عايزين افضل. لكن ده ما بيحصلش. تطلع نلاقي الزهور، تطلع تلاقي جمله واحده بويا باو ابواب. عيب عيب. ما تقول اللي جاي يطور جاي يعمل ايه، قول جاي يعمل كذا وكذا 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 عشان نصدقك وعشان نجري نقول لا ده بيحقق افكاري ومستقبل ولادي وادخل فخور اكتر واكتر بناديه. لكن الظلم، وهو ده الهدف من كلامي، الظلم وحش. هتقولوا انا هنا بتكلم على مجلس بالكامل، مش بتكلم على فرد ولا انتخابات للمره المليون. لكن بشوف ناس ايه الافتراء ده؟ تخيلوا انا عمري ما طلع لفظ في البرنامج ده بس مضطر اقول الجمله دي، تخيلوا البجاحه في احد البرامج مسلوبه الاراده بتعرض صور لمجهود الناس اللي هم المجلس بالكامل، عماله تعرض بصوا الجمال، بصوا الحفر، بصوا القعده، قعده ايه؟ كفايه كذب. هتروحوا من ربنا فين؟ ما تقولوا العدل خايفين من ايه؟ ما تقولوا الحق. ما هو معلش، اصل اللي بيتبعت له ورق يتقال ايه؟ بيتهم الناس كلها اللي هي تتبعت له ورق. وانا مره تانيه قلت لكم اللي ما بيني وما بين اي جمله بقولها ربنا سبحانه وتعالى انا اللي هتحاسب مش حد تاني. وعايز اروح وايدي بيضه انا وفريق عملي كده نقابل ربنا اما نتسال نقول قلنا الحقيقه. تزعل تغضب البعض، تزعل حد مننا اللي يزعل يزعل. انا هي دي مبادئ الاهلي اللي انا اعرفها. طيب عملوا ايه كمان في التوقيت ده؟ انا بشرح لحضراتكم الوضع كان عامل ازاي، الدولة كانت مش عايز اقول كلام متكرر، الدولة كانت عاملة ازاي، استلموا ظروف عاملة ازاي، جابوا عقود ازاي في دولة واقفة ما بتتحركش. وكنا بنقول الكلام اللي انا قلته من شوية. ايه اللي بعد كده؟ تخيلوا يا جماعة انا رقم بسيط هقوله لحضراتكم. الاهلي في صرف 255 مليون جنيه، اتدفع 23 مليون جنيه فقط من الوزارة. اتحدى الكلام اللي بيتقال لك الوزاره ادت النادي الاهلي 60 مليون و70 مليون و100 مليون، هذا كذب. الوزاره ادت للنادي الاهلي 23 مليون جنيه فقط. 23 مليون جنيه فقط. واللي عنده مستند بغير كده يطلعه. اتصرف في تطوير وفي النادي الاهلي الجزيره 40 مليون جنيه، اتصرف في مدينة نصر 20 مليون جنيه. انا بحب اختصر مش هبقى افنط لحضراتكم لان الحاجات دي كلها معانا من وقت طويل وكنا بنقول الكلام ده في حلقات سابقة، ارجعوا الحلقات السابقة هتشوفوا الكلام مطابق وبالملي. الشيخ زايد 128 مليون جنيه. الارقام دي اوكر وسيراميك وشوية حديد
زايد 144 مليون جنيه واتدفع من الوزاره اعتقد او المجلس السابق الكابتن حسن اتدفع 16 مليون جنيه. كله تعب، ده راينا وده كلامنا وده اللي احنا بنقوله، الكل تعب. ممكن سؤال، ممكن سؤال انا بساله لكل حد اتكلم في المواضيع دي، سؤال سؤال بسيط، هو مين اللي طلع قال المجلس ده بالكامل هو اللي عمل كل حاجه لوحده بقى نادي تاني من اول ما هم استلموا؟ هو مين اللي قال؟ في حد قال؟ انا بقول لحضراتكم اللي عنده، قعدت ادور، اللي عنده فيديو واحد يقول احنا بس اللي عملنا كل حاجه وغيرنا لا، يعني هيبقى في امور تانيه معانا هنا في البرنامج، بكلمكم بمنتهى الامان. تقعد تدور مفيش، كذب، ترويج لكذب وترويج لامور عايزني اصدق اللي مش موجود، ويبتدي يتروج للكلام ده عشان انتخابات ملعونه الانتخابات. طب تعالوا معانا عشان اكد لكم كل الكلام ده بالمناسبه في شاشه الاهلي في قناتكم يا محترمين يا اولاد النادي الاهلي، تعالوا شوفوا قيمه الاهلي واتقال ايه. اعرض اتفضل يا استاذ احمد اللي اتقال، اتفضل. النهارده بيشرفني وبيسعدني وبيسعد كل اعضاء مجلس اداره اللي احنا بنشوفه. كان في عقبات شديده في الفتره اللي فاتت، حاله دون الاسراع بالتنفيذ هذه المرحله اللي كان المفروض تنتهي من فتره، انما ان شاء الله انا شايف انه ما يبذل من مجهود الحقيقه بحي في مجالس الإدارة السابقة طبعا زي ما قلنا اللي ساهمت، وزي ما كان شعارنا الحمد لله اللي صدق في تتواصل الأجيال واستمر العطاء، بنتمنى أن يستمر عطاءنا بنفس القدرة والقوة بتاعة المجالس السابقة اللي قدرت تعمل هذا الإنجاز، زي ما ابتدينا بمدينة نصر والنهاردة بنخش في الشيخ زايد في 6 أكتوبر. الحقيقة طبعا المشاعر فياضة والواحد سعيد جدا، وكان لينا الشرف كهذا المجلس ان احنا اللي نفتح هذا الموضوع، انما ان شاء الله اول ما تنتهي المرحلة الاولى تماما احنا بنفتتح جزء، هي المرحلة لسه ما انتهتش، انما احنا بنفتتح جزء من هذه المرحلة، واصرينا ان احنا نعمل اجتماع مجلس اداره تاكيدا على القوه الدافعه ان احنا ننتهي من انجاز هذه المرحله في اسرع وقت، ويفتح النادي ويفتتح رسميا للاعضاء في خلال فتره قصيره ان شاء الله في خلال العام القادم. بتمنى انه العمل يستمر بنفس الوتيره. احب احيي الادارات التنفيذيه اللي بتبذل مجهود جبار الحقيقه، مش عايز اقول اسماء لانه الاسماء كلها اصبحت رموز للنادي الاهلي، من ادارات تنفيذيه واداره هندسيه قامت بادوار الحقيقه جميله ورائعه. بتمنى ان ننتهي من هذه المرحله في اسرع وقت عشان الناس تقدر تستمتع بالنادي الاهلي في 6 اكتوبر، 6 اكتوبر اصبحت كثافه سكانيه عاليه، ناس كتير قوي تحب تبقى في النادي الاهلي، اعضاء في النادي الاهلي في 6 اكتوبر او الشيخ زايد. ان شاء الله بنعدهم انه في اقل من سنه هيبقى هذا النادي بنفتحه للاعضاء يستمتعوا بيه، ونواصل بناء قلعه النادي الاهلي ان شاء الله. ده كلام المهندس محمود طاهر. انا مش هتكلم في كل الكلمات، انا هتكلم في جمله واحده، والراجل في الشيخ زايد بعد 6 شهور من استلام المهمه مع المجلس بالكامل اللي كان معاه، اول جمله قالها ايه؟ بشكر الكابتن صالح الله يرحمه، وبشكر مجلس الكابتن حسن حمدي. قال انا اللي عملت، قال انا اللي، ما بصراحه كلنا كنا هنبقى في حاله غضب لو المهندس محمود طاهر قال انا اللي عملت كل حاجه، لكن اول جمله في بدايه الحوار بشكر الكابتن صالح جاب الارض، والكابتن حسن حمدي حط حجر الاساس، والنهارده الناس رايحه تفتتح. ده كان اول اجتماع مجلس اداره الجديد لما كسب الانتخابات في الشيخ زايد. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟
امور غريبه، من اول يوم ترفع قضيه، ومن تاني يوم هجوم، ومن تالت يوم هجوم، ومن رابع يوم هجوم، تمنعونا نتكلم وتمنعونا نقول، هو في ايه؟ بصوا يا جماعه، الحمد لله الحمد لله. انا وانا بتكلم لازم اشوف الناس وهي بتبعت. كمل، هكمل. الناس عماله تبعت كتير جدا على صفحتنا شادي محمد، هكمل طبعا، هكمل. ما قداميش اللي انا غير اكمل، لان ده انصاف للحق. ضميرنا يعني هبقى الواحد مكسوف من نفسه لما ما يقولش كلمه الحق. وكمان على المستوى الاسري، الواحد هيبقى زعلان لما حتى يبقى بيطلع على الشاشه وينافق نفسه. هيربي ولاده ازاي؟ بتبقى صعبه قوي. عشان كده كمان في نفس اليوم هو مش موجود في انتخابات ايضا، الحاج محمد عبد الوهاب الراجل قال ايه، وده كان موجود في المجلس. تعال نشوف. ده حلم اللي احنا فيه. انا حضرت بدايه الحلم من سنه 2000 يمكن مع الكابتن صالح، وفي مجلس الكابتن صالح سنه 2000، وكمل مع الكابتن حسن الارض وتغيير الارض، لغايه الحمد لله ان احنا بنسجل جواها دلوقتي. فده حلم الحمد لله. والنهارده زي ما انت قلت محمد، يوم تاريخي يعني ان شاء الله باذن الله. وبعدين الحمد لله يعني احنا اللي كمجلس اداره الجديد ده صادق مع عهد عليه الجمعيه العموميه ان هو التحدي بتاعه هيبقى الانشاءات، التحدي بتاعه تطوير، التحدي بتاعه فرع الشيخ زايد. الحمد لله احنا بعد 6 شهور من تواجد المجلس الجديد واقفين في الـ في الـ في, الـ في الارض دوت، وبنعمل الافتتاح المبدئي. وان شاء الله بنحددنا على شهر مارس اللي جاي، يعني اليوم بالظبط لسه هنقوله هيبقى الافتتاح الرسمي للمرحله الاولى في فرع الشيخ زايد. ومش بس كده، احنا بنتكلم دلوقتي في الفرع الرابع باذن الله ان شاء الله بتاع التجمع. يعني دي الحمد لله كلها تحديات وكلها ان شاء الله اضافات للنادي الاهلي، اضافات للجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي. وكل دوت احنا لسه ما وفيناش النادي الاهلي برضه حقه علينا، لسه قدامنا مشوار طويل يعني ان شاء الله. ايه راي حضراتكم؟ الراجل قال لك بدايه الحلم. بشكر الكابتن صالح وبشكر الكابتن حسن حمدي. انا بحاول اقول للناس ايه ده؟ اهو ده اللي موجود. ما الناس دي كانت مسؤوله من وقتها، ما عملتوش، ما طورتوش، ما شفتوش، مش عارف ايه. ما هو الناس هي قالت ده. دي الناس المسؤوله، دي الناس اللي بتاخد قرارات، بتقول اللي عمل الكابتن صالح، اللي عمل الكابتن حسن، واحنا جايين بنكمل. والراجل قال لك بدايه الحلم. كمان عارف الراجل قال ايه؟ قال جمله جميله. بصوا التوقيت، الكلام 2015، قال لك عندنا حلم التجمع الخامس. هتكلم بعد شويه، لكن عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا، عشان ده الأهم بالنسبة لي. جماهير النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية يبقوا فاهمين اللي مش هنقبل حد على شاشته تزييف الحقائق لأي مخلوق. وده مش انتخابات، دي شهادة حق لوجه الله، مش أنا اللي بقولها، الفيديوهات اللي موجودة. وده العدل وده الحق، ده العدل وده الحق. اعرض لي صور الشيخ زايد اللي موجودة أمام حضراتكم وتفرجوا. واكيد الناس اللي اشتركت هناك عارفه اكتر مننا. لو احنا بنقول كلام فيه كذب ادخلوا معانا، ابعتوا لنا رسائل واحنا هنقولها بالمناسبه. ادي يا جماعه الصوره قبل. مشي لي الصور كده عشان الناس تبقى. كان في مبنى اجتماعي اهو هناك موجود. طب حواليه ايه؟ لا، شكرا الكابتن حسن حمدي اللي هو والمجلس السابق اللي عمل المبنى الاجتماعي ده. شكرا الكابتن صالح سليم اللي جاب الارض. يا رب اولاده اللي موجودين ربنا يديهم يبقوا سامعيننا. بنشكر الكابتن صالح سليم، بنشكر الكابتن حسن حمدي. هو ده اللي احنا نعرفه داخل النادي الاهلي. ادي الشكل. لا، هات لي الصور القديمه الشكل الاول تاني. ايوه، شغل بقى الصور. انتوا معاكم صور ولا فيديوهات؟ ادي الناس استلمت ده. وشكرا مره ثانيه كابتن حسن حمدي بالمجلس السابق بالكامل، جابوا الارض، عمل المبنى الاجتماعي، حصل فيه بعض المشاكل شويه، كان فيه ظروف صعبه بتمر بيها البلد، وقف الدنيا. كان زي ما قلت من شويه الكوره، كان فيه فلوس من نشاط رياضي، امور صعبه جدا، ضرايب، شركه مسك اللي مش عايز يدفع، وحصل الظروف دي كلها. طيب وريني الشكل اللي حصل ده. اسمه بنا، ده اسمه بنا اللي انا حابه. ده اسمه هنا مبنى اجتماعي، لكن لسه ما يقدرش العضو يدخل بالعقل. لو نشغل عقلين من غير ما نقول اي حاجه، نحط العقل بس ونفكر، ده ينفع حد يروح؟ هتبعت ابنك
يعني ابنك تبعته فوق المبنى ده يتنطط فوق ويرمي نفسه من فوق، يرميه على ايه؟ ما انا بكلم بصراحه، ما خلاص ما انتوا الواحد اتجنن. في حد ينفع يروح النادي بالشكل ده؟ كان بدايه التطوير او بدايه البنى. الطريق بنفسه بره كان صعب جدا، اتعمل بقى بالداخل تركن باركينج وبره الطريق اتظبط. ولما الاهلي يروح اي مكان، الاهلي مش المجلس، الاهلي لما يروح اي مكان الدنيا من حواليه تقوم. برجوله هنا، يلا يا جماعه مشي لي الصور اللي احنا حاطينها، الصور ورا بعض، الدنيا تقوم. مبنى ادي ده اللي ابتدى يتعمل، لسه ما ظهرش الشكل، بيتعمل نافوره جميله لطيفه عشان الشكل العام، لان لازم الاهلي يتعمل بايمج، لان احنا نادي عظيم، نادي كبير، عندنا بطولات وعندنا جماهيريه وعندنا حاجات كتير جدا جدا وعندنا تاريخ كبير، فلما اعمل حاجه تتعمل بايمج. دي مراحل التطوير اللي انا بقوله. طيب ورا بعض يا ابو حميد كده الصور عشان تبقوا معايا في الصور. لا كده برضو لسه الاولاد، وما ينفعش الاسر تروح في الشكل ده، برضو لسه الاسر. ادي البويه اللي ب 200 مليون جنيه ولا ب 144 مليون جنيه، هنهرج. اجي الكرسي بمجهود وبانصاف وبكلمه حق. ادي التطوير اللي احنا بنتكلم فيه. هنا ينفع الولاد يروح، ينفع ابني وابنك يروح. هنا ينفع ابني وابنك يروح، والصور ورا، ينفع ابني يغير جوه ويسيب هدومه والدولاب بتاعه ويبقى معاه مفتاحه، وينفع. ايوه ينفع اعمل اجتماع محترم في مكتب محترم. طب الاول كان ينفع اي حد يروح؟ ما هي واضحه وصريحه، بنتكلم في ايه؟ يا اخي مش كده. مش كده. ينفع تروح حضرتك تقعد في الجنينه، وينفع تطلع تقعد فوق. وكمان ينفع تقعد الشمس جامده في الصيف شويه، بتدخل جوه البرجوله وتعزم صحابك وتقول له تعالى شوف النادي الاهلي شكله محترم، جاب الارض الكابتن حسن، جاب الارض الكابتن صالح، حط حجر الاساس وابتدى المشروع الكابتن حسن، وجاء اللي بعديه بيكمل المسيره. ادي الشكل، شفتوا الصوره الاولانيه كانت عامله ازاي؟ ده ابويا، ايه الافتراء ده؟ واقسم بالله لو انا على كرسي الحكم ما اقبل بكلمه اتقالت دي شخصيتي. عايزين حاجه كمان اكتر من كده؟ ادي ملاعب التنس، ادي السله، ادي القعده، ادي الاسر، ادي الملاعب الخماسي، ادي القعده للاسر تشوف اولادها وبتتدرب، ادي الباركنج. طب شفت الصوره؟ لا هو دي حاجه محتاجه لحد يتناقش فيها وتقوح مع الناس. ده في ناس يا جماعه والله بجاحه اعلاميه، انا ما بتكلمش على قناتنا، انا بتكلم، انا شفت بعيني ناس بتعرض الكلام ده، بتسلب حقوق ناس. شايفين الولاد بيرشوا البويه ازاي في الملعب؟ شايفين بيوزعوا اوكر ازاي على الناس؟ بكلمكم بجد. الله 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 يا جماعه، الناس دي ايه اللي حاطينه قدامهم؟ بيختاروا الالوان على كل ورقه ولا جايين يعملوا احتفال جميل في نادي محترم؟ ايه الغرف دي؟ ايه ده يا جماعه؟ ده جابوا سيراميك كويس، تصدق؟ معقوله احنا الاهلي نتكلم في ده؟ معقوله؟ معقوله بتخرجونا من هويتنا بجد؟ هو ده الكلام اللي اتقال، الكلام اللي انا بسمعه ده اللي بيخرجنا من هويتنا. الكلام اللي انا بسمعه ده بيضيع هيبه الاهلي قدام الناس. الكلام اللي انا بقوله في المستقبل هتعانوا منه، لان اللي جاي لما يجي يتعب ويبذل مجهود هتلاقي ناس تيجي تقول لك بويا كلنا مش هنقبل، هنقول اللي قبلنا عملوا كده في الاعلام وعملوا كده في الصحافه. بناء على طلبه معانا الدكتور محمد يحيى المستشار الهندسي للنادي الاهلي. دكتور محمد برحب بحضرتك. اهلا ازي حضرتك يا فندم. حضرتك طلبت تعمل مداخله فريق، انا بعتذر اللي بقالك بيقولوا لي اكتر من 6-7 دقائق، انا بعتذر لحضرتك جدا. مفيش مشكله. حضرتك عايز تقول يا فندم؟ انا عايز اقول بس ان النادي الاهلي من سنه 1907 وهو في تطوير لحد النهارده وعلى كل المراحل.
هل الصوت واضح ولا مش واضح؟ يا فندم ايوه سامعين حضرتك. يعني من 1907 لحد النهارده النادي الاهلي بيتطور كل يوم. اللي حاصل في الفتره الاخرانيه ان في اعلاميين في البرامج الرياضيه وفي الندوات اللي بتحصل اليومين دول ان بدا الناس كلها تقول ايه ده الناس اللي موجوده ديت ده كل اللي عملوه زي ما انت قلت كده جابوا شويه بويه قصوا الشريط لا ده خدوا 70 مليون خدوا 60 مليون من الوزاره الكلام ده كله مش مظبوط زي ما انت قلت بالنسبه لموضوع الوزاره وكان الاستاذ كامل زي قال الكلام دوت ان هي 23 مليون جنيه بس يعني مش 50 زي ما بيتقال لا 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 هم 23 مليون زي ما قال الاستاذ كامل زاهر امبارح تمام الحاجه بقى اللي ضايقتني جدا اتفضل كنت بتفرج على برنامج في النادي الاهلي واحد الاعلاميين اللي هو دايما بيتغنى ان هو منتسب للنادي الاهلي ومنتسب لاسره النادي الاهلي وان بتاع النادي الاهلي وال دكتور محمد استاذن حضرتك ممكن ندخل في الموضوع؟ الموضوع ان هو الصوت مش واضح يا جماعه. يعني الصوت مش واضح الكل مننا ليه احترام وتقدير لكن لما بيبقى معايا حقيقه وبعرضها بقالي 4 سنين وشايفها قدام عينيا انا ما اقدرش اعمل غير ده زي ما قلت لكم مره واثنين وثلاثه واربعه عشان في ربنا. وربنا ما بيقبلش غير بالعدل والحق للي عاوز العدل والحق، اللي عايز يسمع كلام غير ده انا ما بعملش ده والواحد اشتغل الشغلانه دي اشتغل عشان تاريخه وقلبه واحترامه للجميع. اللي عايز بقى يشوف البلح والسلطه والحياديه وخالته مهلبيه يروح يتفرج على الناس دي، انا مش بتاع الكلام ده ولا في يوم من الايام هعمله مع سابق وحالي وجاي حتى لو انا قاعد في بيتنا. دكتور محمد اتفضل عايز تقول ايه كمل كلام حضرتك. اللي كنت عايز اقوله ان المجلس الحالي برئاسه المهندس محمود طاهر عمل انجازات ضخمه في وقت قليل وفي ظل مشاكل ضخمه برضه في نفس الوقت. يعني مش مشاكل كمان مشاكل انت شرحت قلت مشاكل البلد، لا ده كان في مشاكل في التنفيذ نفسه كمان. لو احنا بصينا للشيخ زايد، الشيخ زايد دي طبعا كانت ارض مخصصه للنادي الاهلي سنه 93 اتسحبت في 2003 خدنا الموقع اللي احنا فيه دلوقتي عملنا العقد بتاعها في 2005 خدنا القرار الوزاري في 2009 بدأنا التنفيذ في 2012 اللي اتنفذ اللي احنا استلمناه من مجلس الإدارة السابق هو عبارة عن خزان مية 3 غرف كهرباء مجموعة من المرافق مواسير صرف صحي كابلات كهرباء مواسير مية المبنى اللي حضرتك عرضته دوت المبنى ده كان متشطب من بره بس لكن من جوه كان لسه ما اتشطبش لسه كان في قرار مجلس اداره سابق ان هم هيحولوه لمبنى اجتماعي هو اصلا كان مبنى اكاديميات فهيحولوه لمبنى اجتماعي اداري وده اللي احنا عملناه بقى اللي احنا عملناه قعدنا الرسومات بتاعته قعدنا نوعيه التشطيبات بتاعته لحد ما وصل للحاله اللي فيها دي وانت حتى البرنامج يعني الكلام ده خد مننا بكتير قوي شهرين ثلاثه وده اول مجلس اداره اللي انت عرضته للبشمهندس محمود طاهر والحاج محمد عبد الوهاب اللي هو كان في المبنى الاجتماعي دوت. في نفس الوقت كان عندنا مشاكل بقى ضخمه جدا مع مقاول الملاعب وقدرنا نحل المشاكل دي طبعا الباشمهندس محمود طاهر ومجلسه حلوها باحترافيه عاليه جدا مع انها ما تتحلش لكن الحمد لله قدرنا نحلها وقدرنا نخرج او بالتراضي او نتخارج مع المقاول اللي هو كان راسي عليه الشغلانه وكان حتى هو عامل كليم علينا ب 2 مليون جنيه بالمفاوضات وصلنا ل 2 مليون جنيه لمليون و200 سوري اسف ل 800,000 يعني هو تنازل على المليون و200,000 والحمد لله ربنا وفقنا بشركه ثانيه الشركه الثانيه دي خلصت الملاعب كلها في 3 شهور ونص والملاعب ايه؟ احنا زودنا الملاعب عن اللي كان موجود يعني الاول كان في ملعبين كوره عملنا ملعب كوره دولي وملعب كوره محلي عملنا تراك مشي حوالين ملاعب الكوره عملنا ملعبين خماسي ما كانوش موجودين كوره عملنا صاله مغطاه كان ملاعب التنس 4 خليناهم 6 وكل ده خلص في 3 شهور ونص تمام
برضه المشكله اللي قابلتنا ان انت برضه خلي بالك لما تيجي تبتدي انت عايز فلوس عشان تبتدي، لكن احنا ان احنا محتاجين على الاقل يكون معانا 8 مليون جنيه. نجيبهم ازاي دول اول ما نبتدي؟ 8 مليون جنيه دول جم منين؟ جم ان انت لما جينا مسكنا الشيخ زايد ما كانش فيها مرافق، يعني ما كانش فيه كهرباء. فروحنا عشان نقدم على الكهرباء لقينا مطلوب مننا 15 مليون جنيه، والكهرباء عشان تخش محتاج على الاقل سنه. فطبعا بقى باتصالات المجلس الحالي الباشمهندس محمود طاهر قدرنا نوصل ان احنا هناخد وصله مؤقته من الكهرباء تقدر تشغل المرحله الاولى بالكامل، والتكلفه بتاعتها كانت 2 مليون جنيه وباتصالات ونزلها المليون و2 من عشر. الحاجه الثانيه ان انت عندك الراجل اللي هو عامل زي ما قلت لك راجل بتاع الملاعب عمل كليم عليك وعايز منك 2 مليون جنيه، احنا نزلناهم ل 800 مليون 800,000 جنيه، نزلناهم ل 800,000 جنيه واشترط واحنا قاعدين بنعمل التخارج وبنمضي العقود بتاعت التخارج ان ياخد ال 800,000 جنيه كاش، فانت طلعت ال 800,000 جنيه كاش من خزنتك في ساعتها عشان تقدر تبتدي. الاستشاري بتاع مش الاستشاري اللي هو مدير المشروع وجينا ان احنا مدينين له ب 2 مليون جنيه. ألف جنيه. فلقينا علينا مديونات 2 مليون جنيه. فجينا قلنا الله طب هنعمل ايه في ال 2 مليون جنيه؟ بدانا نتفاوض معاه قدرنا نوصل معاه حضرتك ان احنا ال 2 تقريبا لمليون جنيه ونقسط المليون جنيه دول على سنه. الحاجه الثانيه بدل ما كنا بندفع 10,000 جنيه في الشهر. طبعا هو قال ما سماهاش بالشهر، قال انا هتعاقد معاكم لمده سنه ب 120,000 جنيه. يعني كنا بندفع 90,000 جنيه في الشهر، المجلس ده لما جه خلاها 120,000 في السنه. يعني 10,000 جنيه في الشهر. طبعا كل دي فلوس طلعت لازم تطلعها بسرعه عشان تخلص المشروع ده. المشروع ده احنا من 4 لـ5 شهور لكن الانجاز بقى انه خلص في 6 شهور اللي هو المرحله الاولى. المرحله الاولى زي ما قلنا ملعبين كره قدم، تراك مشي، ملعبين هاندبول، ملعبين باسكت، ملعبين فولي، صاله مغطاه، ملعبين كره خماسي، 6 ملاعب تنس، حدائق العاب اطفال، حدائق جلوس اعضاء، مبنى شطبناه من جوه بقى اجتماعي واداري، الباركينج بتاع العربيات. ده تم افتتاحه 3/2017. الصوت يا جماعه ممكن دكتور حضرتك تتحرك بس عشان نسمع حضرتك. معانا الدكتور؟ ايوه كده واضح؟ ايوه يا فندم اتفضل. فده زي ما قلت ان احنا خلصناه في 3/2015. على طول بدانا المرحله الثانيه، المرحله الثانيه اللي هي بقى كانت مجمع حمامات السباحه وحدائق الاعضاء الجديده وحدائق لعب الاطفال و تراك العجل وحدائق الجلوس الجديده. كل الكلام ده احنا خلصناه تقريبا 5 شهور فاتوا. يعني هو الباشمهندس محمود طاهر كان بيمر علينا جه يمكن من اسبوع تقريبا. دكتور محمد الصوت فيه مشكلة، حضرتك لازم تتحرك. طب كده أحسن؟ أيوة تمام اتفضل. في مشكلة في الصوت. من حق الناس اللي تعبت وبذلت مجهود يدخل يتكلم، ما بنقبلش بالتجاوز، ويوضح الصورة ويقول الكلام اللي هو عايز يقوله، لأن اللي اتصرف ملايين الجنيهات وتصرف امور كتير جدا عشان تشوفوا الصوره اللي امام حضراتكم. تختزل بقى في بويا، ده اللي الواحد غير مقبول. الدكتور رجع لنا مره ثانيه. دكتور محمد اتفضل. ايوه انت بقى طبعا حضرتك قلت كلام جميل قوي، ان انت قلت طبعا انت عندك الارقام معرفش جبتها منين. لا يا فندم دي شغلتنا احنا ناس اعلاميين، مش بنروح مش ناقشين، بنروح بابويا احنا كمان. التكلفه لحد دلوقتي 144 مليون جنيه. في 16,000 جنيه 16 مليون جنيه مدفوعين من المجلس السابق، يعني المجلس الحالي دفع 128 مليون جنيه. طبعا انت قلت حته الاصول كمان اللي هي اللي انت ذكرتها،
خلي بالك ان الاصول زادت السنه دي بحوالي 50 مليون جنيه كمان اللي هي ارض الدفعه المقدمه لارض التجمع الخامس. الارض مش 55 بس اللي انا عرفته بقى اقول لحضرتك على المفاجاه اللي 58 مليون جنيه. لا الدفع 68 مليون جنيه في ارض التجمع الخامس. في مصاريف اداريه لسه دي هندفعها اليومين دول يعني طيب. الشيك بيتكتب النهارده. طب عايز اسال حضرتك سؤال معلش خلينا بقى خلاص نتجاوز اللي فات ونتجاوز اللي اتقال احنا كبار وودينا للناس اللي تعبت حقها سواء تنفيذيين او مجلس بالكامل عايزين بس هو مش اكتر من كده انا عايزين نبرز حق كل واحد تمام يعني مجلس الكابتن حسن حمدي انجز مجلس الكابتن الله ينور عليه عبد صالح وحش انجز الله ينور عليه الكابتن صالح كريم الله يرحمه انجز الكابتن الفريق مرتجي انجز كل الناس دي انجزت هو النادي الاهلي طلع في يوم وليله وحد زي ما انت قلت كده نفسي حد طلع من مجلس الاداره الحالي او حد منتمي اليه قال ان هو اللي عمل كل حاجه طيب معلش عشان انا في بعض المواقع كانت منزله للنادي الاهلي اللي ما استلمش ارض التجمع الخامس ما جاش ورق بالكلام ده لا لا احنا استلمنا خلاص ارض التجمع الخامس حضرتك مبروك وعملنا كمان مسابقه ده الكلام ده بقى كمان يعني احنا عملناه حضرتك من حوالي سنه عملنا مسابقه بين المكاتب الاستشاريه ثلاث مكاتب استشاريه متخصصه في الاعمال النوادي واخترنا مكتب منهم وتقريبا عمل المخطط العام اللي هو لوحه القرار الوزاري ولوحه القرار الوزاري بتتراجع دلوقتي في الجهاز مستنيين بس مجموعه من الاختام وهناخدها قريب ان شاء الله الحاجه الثانيه ان بكره يا ريت حضرتك تشرف النادي الاهلي وتتفرج على مكت التجمع الخامس حاجه مبهره انا يعني هي الصور معايا بس انا افضل ان بكره ان شاء الله الباشمهندس محمود طاهر هيبتدي يعرضه لل يا فندم ما فيش حاجه خلي بالك رجالتنا في كل مكان والمكت طيب. قدام حضرتك اهو على الشاي ده لا انت فظيع بقى ما عارف بقى عارف هيطلع يقول لك ايه اللي احنا حصل لينك ما بيننا انت عارف بقى الافلام الهندي والله يبقى. والله يعني انا ما اديت صور لحد يعني الصور يا دكتور انا معيش رقمك اساسا اقسم بالله ايوه فده مكت اللي هيتعرض بكره ان شاء الله لاعضاء النادي الاهلي هيتحط في فرع الجزيره وهيتحط في فرع مدينه نصر وفرع الشيخ زايد وان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي حجر الاساس للارض احنا بدانا ان شاء الله من بكره بدانا الرفع المساحي للارض احنا خلاص استلمنا دلوقتي حدود الارض ودقينا الحدائد بتاعتها هنبتدي من بكره الرفع المساحي وهنبتدي بقى في اجراءات التراخيص والقرار الوزاري والعقد والكلام ده كله ماشيين باسرع ما يمكن وحتى يعني حاجه برضو اللي ضايقت الواحد في البرنامج امبارح بيقول لك هم ليه بيستلموا ارض التجمع الوقت احنا بقالنا في الكلام ده يا جماعه اكتر من سنه يعني يا فندم ده الحاج محمد عبد الوهاب هو اللي قال بلسانه في 2014 اول ما استلم 2014 ده حلم احنا انا عايز اقول لك احنا بعد المجلس ده ما حصل في 2014 احنا زرنا سياده الوزير الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان وخصص لنا ارض وبدانا نشتغل عليها وبعدين حصل تغيير فادونا ارض ثانيه اللي احنا خدناها اقول لك امتى كنتوا بتضغطوا عليه جامد جدا انا متذكر وانتوا الافتتاح بتاع المبنى الاداري في الجزيره ايوه صح الكلام ده الحاجه بس يعني يقول لك برضو هو ليه اعلنوا عن الاستاد دلوقتي الله الاستاد ده بقاله فيه شغل سنتين ونص يا جماعه مش هو قال لك مش الفكره طلعت في دماغ الباشمهندس محمود دلوقتي وراح مكلم الناس الالمان والناس الفرنساويين وتعال لا الكلام ده فيه ده شغل من سنتين ونص فانا نفسي بس ايه ان الناس يعني تساعد بعضها والنادي الاهلي ده يستمر بابنائه مش النكسب ده الكلام المحترم يكتب له النجاح في المجلس اللي جاي يكمل المشوار ده كله هو هياخد ارض زي ما احنا خدنا ارض الشيخ زايد وكملنا عليها هو هياخد ارض التجمع ويكمل عليها يكمل على مشروع الاستاد كله بيكمل بعضه عمر النادي الاهلي ما هيقف على شخص تمام ده اللي احنا بنقوله بس دكتور. لازم يا جماعه احنا كلنا يعني برضه ندي كل شخص حق يعني انا ما رحت حضرتك منتجع مرسى مطروح زهلت انا اول مره اشوفه كنت من حوالي سنتين حاجه جميله حاجه تفرح هو كان في مشاكل طبعا نتيجه لعدم الصيانه والكلام ده كله والمجلس الحالي طورها يعني طلب يجي فوق ال 12 13 مليون على تطويره والنهارده عمل برضه الاوض اللي موجوده بقى فيها تلفزيونات وتليفونات
وبقى فيها تنصير، الاوض بقت كلها مكيفه. بس قصدي اقول ايه، البدايه نفسها حاجه تفرح، انت بتكمل عليها واللي هيجي بعد كده هيكمل. دكتور محمد يحيى الاستشاري الهندسي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح، وادينا حضرتك الفرصه اللي حضرتك تبقى موجود معانا وتتكلم، لان قناه النادي الاهلي مش ملكنا، ملك جماهيره، اعضائه، مسؤولينه اللي موجودين، ومن حق كل الناس تتكلم وتقول رايها مره ثانيه وثالثه. انا بيعجبني الثقافه دي. قال لك مين اللي قال اللي احنا اللي عملنا كل حاجه؟ قال لك الفريق مرتجي، قال لك الكابتن صالح، قال لك الكابتن حسن حمدي بمجلسه بالكامل، قال لك الكابتن عبد الصالح الوحش، واحنا جينا كملنا. ده اللي بيتقال بقاله سنين، جينا عشان انتخابات ملعونه، الانتخابات اللي ما تخليناش ايد واحده ملعونه، الانتخابات اللي جمله اسمعها غير مقبوله بالمره، هويه الاهلي بتروح، مع ملعونه الانتخابات اللي تخليني اسمع هيبه الاهلي مش موجوده، ملعونه الانتخابات اللي تخلينا نسمع ونخرج عن النص كلام ما يصحش اللي احنا نقوله، لان الطبيعي اللي كلنا ايد واحده. ده في ناس يا جماهير الاهلي يا محترمه اعضاء جمعيه العموميه، في انتخابات في انديه تانية، في البعض لا يجرؤ يتكلم على اشخاص، لا يجرؤ. انا عارف انا بقول ايه، البعض لا يجرؤ تفتح لسانك، ده خطوتين لا يجرؤ. هتيجي وتقولت ومش عارف ايه ده حصل معاكم في البرنامج، احكي لكم حاجه لطيفه جميله بعد شويه في قصه مسك. لكن ده اللي انا اعرفه، ده الاصول، ده اللي انت ما تسلبش حقوق الناس، محدش يسلب حق حد تعب واجتهد. لان انا النهارده اجي على سبيل المثال جمهور النادي الاهلي مثلا، او التيم اللي انا ما بلاش جمهور النادي الاهلي عشان ما اقولوش بيستدعي الجماهير، بلاش الجماهير. انت تعبت وفي تاريخك 15 بطوله مثلا ايا كان الاسم، ابراهيم بدي مثلا، وتيجي تروح تستضيفه وتقول له لا انت عندك بطولتين بس، ده عقل؟ ما هي نفس الفكره، ابقى تعبت ودفعت وقاتلت وعملت عقد محترم ورحت طورت واقدم خدمات محترمه، وتيجي تقول لي ايه بويا؟ عيب بقى. ما تخلوهاش سنه سيئه موجوده جوه النادي الاهلي، للي يتعب ما تدوش حقه. ما هو ده اللي موجود وده الواحد عمال يسمعه. تخيلوا بقى كمان انقح من كده، ناس تعرض لك صور قديمه او صور جديده للناس تعبت وعمال يعرضها، اللي هي بتاعت الناس اللي شقت وتعبت وما كانوش بيناموا عشان يطوروا جوه النادي. فمن هنا انا بقى عايز اقول حاجه، هقول زي الكلام اللي انا سمعته واللي انا اتعلمته. كابتن صالح سليم، الفريق مرتجي، كل تحيه وتقدير على قياده السفينه بشكل محترم. كابتن صالح قبل، وكابتن عبده صالح الوحش ربنا يا رب يرحمه، قيمه كبيره، اشتغل وتعب. كابتن المايسترو صالح سليم اشتغل وتعب كمان. الكابتن حسن حمدي مع الكابتن محمود الخطيب مع المجلس بالكامل اشتغل وتعب. جه المهندس محمود طاهر بكل المجموعه، مش هقول الاربعه والخمسه لانهم ابتدوا مع بعض، حصل حاجات في النص مش هقول تفاصيلها الحقيقيه، مش هقول تفاصيلها الحقيقيه. اشتغلوا وتعبوا مع بعض وقتلوا وطلعوا الشكل الجميل ده، ما اقدرش اقول اربعه بس ده حرام. لا كلهم، دكتور احمد سعيد، هشام العمري، الاستاذ الدكتور هشام العمري، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الكل، مش عايز انسى حد، الاستاذ عماد وحيد، الاستاذ كامل زاهر، كل وتعبوا وكملوا المسيره. عايز اتكلم في نقطتين. هو لما حصل خناقه على بند الثمان سنين، عارفين ليه؟ أنا أقول لكم ليه. وكان ساعتها البرامج كلها كانت شغالة على نغمة واحدة، يا جماعة ده رئيس الجمهورية في الدستور خلاص 8 سنين. عارفين كانت الفكرة إيه؟ عشان خلق كوادر، عشان يبقى فيه في علم الإدارة يطلع مهند مجدي شاطر، يطلع مروان، ويبقى يدخل مع المنظومة الكبيرة، تبقى محتار في الاختيار، هو ده. لكن في ناس بإعلامها القديم وبفكرها القديم مش عايزة ده، قافلة قافلة الصورة، عايزانا نتعمي، مش عايزين ولاد النادي الأهلي يبقوا موجودين، مش عايزين يبقى في قاعدة تختار منها ويبقى فيه ديمقراطية حقيقية، عايزين يسلبوا الإرادة من الجماعة العمومية وما بقاش في قدها أوبشن للاختيار
واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ويبقى الاهلي نادي الوطنية بيمارس الديمقراطية الحقيقية جوه النادي بجد. كفاية بقى. اقول لكم على حاجة اكد عليها عشان ادي الناس حقها برضو. لما اتكلمت على الاستاذ حامد عز الدين اتكلمت على فكرة واحدة، الراجل كان شغال متطوع. انا معلش دي باكد عليها لان الواحد بيجي مركز كويس جدا يقول ايه، لكن انا كان اعتراضي على جملة واحدة، اللي يشتغل في منصب ويبقى موجود. بص لياسين منصور القيمة والقامة، بص للكابتن حسن حمدي، بص للنماذج المشرفة، بص لكل الناس المشرفة. انا ليه اديت مثل؟ عشان محدش يعمل خلط، جبت شخصية حيادية ملهاش دعوة بقصص. فالراجل ايوه حضرتك بتشتغل متطوع، لكن ما ينفعش تطلع عليا وتيجي تقول لي المهندس محمود طارق كلمني، فكلمني مش عارف النائب المجلس الاداره، فروحت قعدت مع ما تحكيليش قصص. انت موجود. ياسين منصور دفع من جيبه ملايين الجنيهات وملايين التعاقدات وساهم في مرتبات مدربين، وانا كنت لعيب بقى وشاهد، ما حدش يقدر يكذبني بدي كمان، لكن عمره ما اتكلم لانه طبق هويه الاهلي صح، طبق مبادئ الاهلي صح، طبق كان بيحب الاهلي بدون مصلحه بدون اي شو. لكن ما بقولكش قول اللي انت عايز تختاره اختاره، لكن ما تحكيليش حاجه جوه الاهلي حصلت. ده اللي انا بقوله. كمان الدكتور محمد يحيى اللي عمل المشاريع والتطوير المحترم اللي انتوا شايفينها بدون اجر، انا بعارف انا بقول كويس، زيك متطوع بالظبط يا استاذ حامد، زيك متطوع، بنقول له شكرا اللي انت اشتغلت متطوع للنادي الاهلي، حاجة مشرفة حاجة محترمة. كمان نقلل من ده ليه؟ الحاجة الكويسة بنفتقدها ليه؟ احنا كده ليه وصلنا لكده؟ وساهم في حاجات كتير، ساهم اعلام، ساهم بعض النقاد الرياضيين، ساهم الكتابة الغير مسؤولة، وبتخرجنا، هو ده اللي بيخرجنا من هويتنا، مش اللي انا اطور تقول لي ابويا وكده برجع النادي الاهلي. مش عارف مش عارف، انا مصمم اللي ده ما حصلش، ومصمم اللي فيه مجهود وفيه تعب من الجميع اللي انا قلته من شويه. ايه من شويه، ايه راي حضراتكم؟ مش هي دي الحقيقه المفروض اللي كده النادي الاهلي؟ يعني ينفع اجي اقول مثلا جيل جنة اللي كان موجود اخد كل حاجه واكتر من الناس التانيه؟ ما ينفعش، ده يبقى انا قليل الاصل. ده في جيل الكابتن محمود الخطيب، وفي جيل الكابتن كان موجود معاه كابتن مصطفى عبده وكابتن اكرامي وكابتن ثابت الله يرحمه و و و و، كان في جيل بعدها بشويه الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن و و و و، حققوا، تختلف بقى تتفق في بعض الموقف ماليش فيه. كان في جيل قبليه بعديهم وبعديهم، كان في الحضري ومش عارف وليد صلاح الدين وادي خشبه، الكباتن دي كلها يلا برضه احنا جينا كملنا، وده اللي احنا بنقوله سواء على مستوى الكوره. لكن ما ينفعش تيجي تقول قبليهم الكابتن صالح 10 سنين كابتن النادي الاهلي، اكتر كابتن في تاريخ الاهلي الكابتن صالح سليم 10 سنين، واسطوره كاريزما اتعلمنا منه حاجات وعايشه في وجداننا وفي مبادئ معينه. واقسم بالله لو عايش الكابتن صالح سليم ما كنتوا هتشوفوا امور كتير جدا، لان انا بكلمكم المدرسه دي انا بعشقها، مدرسة الانضباط والالتزام وتدي الناس حقها، ومدرسة التواضع، ومدرسة الديمقراطية، ومدرسة كل حاجة كويسة. النهاردة بقى نغير كل دوت تحت مسمى مبادئ صالح سليم، ايه العبث ده بجد؟ والله ده عبث. عندي امور كتير جدا كمان عايز اتكلم فيها، بس قبل ما اتكلم فيها خلصنا المواضيع، الكل تعب والكل الكل اجتهد والكل كان عايز يشتغل لمصلحة النادي الاهلي، وبعدين ده عمل تطوعي، لا عايز يجي الكرسي من غير ما يقلل من حد، اي حد لازم يبقى مظهور يعني مسؤول وهو موجود في الاعلام، عايز توصل الكرسي وتقلل من الناس على حساب ناس مش هيحصل. وقلت لحضراتكم هو ده، ولو سمعت حد من اي حتة من عند المهندس محمود طاهر هنقول برضو هو ده خلاصة الكلام معانا هنا في البرنامج. والمشاريع دي اللي انتوا شايفينها اللي يجي يكمل. طيب قبل ما اروح عايز اعرض بس بعض الصحف الجميله اللطيفه كالعاده اللي مش عايزه تغير مبدأها. لسه لا قبل الفاصل يا جماعه، لان عندي
كلام مهم برضو. بعد كده نروح نشوف الصحف عاملة فينا ايه. اول صحيفة معانا استياء بين اعضاء الاهلي من تصرفات الشال. ده حد قيمة داخل النادي الاهلي. طبعا احنا ماشيين بالتسلسل، اهانة شيرين شمس، خش على مدير الامن، بعد كده خش على ياسر رزاز، بعد كده سيد عبد الرؤوف، بالترتيب بنغمة نغم. هو ده اي هو انت يعني انا 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 اخشى ما اخشاه اللي انتوا تفهموا، اللي انا كده كنت بلعب انتخابات، اللي عايز يفهمها كده يفهمها ما بنخافش. لكن انا كل يوم بنعبث بالناس اللي ماسكه، وفجاه الامن الجميل، الامن الحلو، الامن اللي ملناش دعوه بالكلام ده. كل يوم نغمه جديده جوه الاهلي. ادي في جريده ايه قولوا لي؟ في جريده ايه؟ الشروق؟ الكلام ده في الشروق اعتقد. عارفين في الشروق حصل ايه؟ على فكرة اللي عنده حاجة عليا يطلعها، اللي عنده حاجة أخلاقية يطلعها، اللي عندي بطحة وجعاني شويتين يطلعها. القوة دي واخدينها من ربنا سبحانه وتعالى ومن جماهير الأهلي ومن كل. حصل اجتماع خلاص في لاين واحد. طب خلاص انت الفعل، انا بقى رد الفعل، مش قابل الكلام ده. انا كعضو جماعة أمية وكمذيع داخل قناة النادي الأهلي المنوط بيا اقف حائط صد للكلام ده. حضرتك فين اسم الصحفي اللي مكتوب عشان يدخل معايا ويوضح؟ مفيش. ضرب من تحت الحزام غير مقبول في الاهلي. طب مصلحه حضرتك ايه من الكلام ده؟ مش عارف. هتزود؟ هنزود العيار. الحبر هيفرط، الكلام هيفرط مننا، مش هنقبل. هتشق الصف مع الاهلاويه، مش هنقبل منك. اكتب لي اسم الصحفي فين؟ استياء بين اعضاء الاهلي من تصرفات الشاذ. فين؟ واسم الصحفي فين يا ناس؟ بعد اذن حضراتكم انا بكلمكم كلام موضوعي. مفيش. طيب اتوعدت بحاجه؟ حد قال لك ما تكتبش اسم الصحفي ليه؟ خايف؟ حاطط نفسك ليه في موضع الشبهه؟ انا كواحد اهلاوي بيسالكم. كل لما هلاقي الكلام ده هعرضه. والناس هتحترمنا اكتر، انا واثق من كده. البعض هيزعل شويه في الاول، لكن المايسترو بتاع القصه عارفه. واللي يحب الاهلي يخاف عليه، واللي موجود جوه منصب لغايه النهارده داخل الاهلي يخاف عليه. بعد كده بالاسماء، دي صاله تحرير واحده، الكلام ده غير مقبول بالمره. هو الصحفي قوي عارف عباس الشال وعارف اسم الامن. ايوه الراجل قيمه جوه الاهلي، من حقه لما يدخل الصندوق ينتخب اللي هو عايزه. لو هو في منصب جوه النادي مش من حقه يقعد جوه النادي ويروج لحد. لكن الراجل شخصية محترمة. قبلها المدير التنفيذي، الراجل شغال محايد. وقبلها الأمن، وقبلها السباحة، وقبلها إيه الضغط ده؟ يا حاجة صعبة جدا. اسم الصحفي فين؟ مش موجود. ده موضع شبه. اللي بعده. شكاوى كانت موجودة يا جماعة. فين يا جماعه الصوره؟ شكاوى وصوره غضب من لاعبي الاهلي ضد حسام البدري، قلق بسبب اصابه رامي ربيعه، عاشور جاهز للمشاركه في المباريات، والشامي يعود وما لا. سيبك من كل ده، ايه علاقه اللي اتقال بشكاوى وصوره غضب ضد حسام البدري؟ مين اللي كاتب؟ قولوا لي بقى الاسماء. علي سمير واحمد خالد. ايه يا فندم؟ ايه يا فندم؟ ما انا عارف اللي انت بيحصل معاك اجتماعات، واقول لك فين، واقول لك مكان المقر. وايه رايك في الرجوله دي والجدعانه اللي وش كده زي ما بيتقال في رجل الشارع البسيط؟ اقول المره دي مش هقول، هعمل نفسي مش واخد بلد عشان خاطر الاهلي. يعني ايه شكاوى وثوره غضب الاهلي؟ الاهلي اللي كان بيطمن على بنته ولسه راجع، تمرينه واحده، ثوره غضب. ما ايه المانشيت الفضفاض العريض قوي ده اللي دمه تقيل ده؟ ايه الحبر الزياده ده؟ ايه تقل الدم ده؟ بصراحه يعني ايه ثوره غضب؟ الراجل بيطمن على بنته، قول له الحمد لله على السلامه. قول له
الحمد لله على سلامه بنتك يا بدري. قول له بنشكرك اللي كنت راجل من ابناء النادي الاهلي، ما سبتش النهائي ورحت سافرت رغم اللي دي ضناك بنتك. ايه الوعود؟ ايه المايسترو قال لك ايه بتاع القصه؟ ها اقول عشان تعرف ان انا اعلامي شاطر؟ اقول المايسترو بتاع القصه قال لك تعمل ايه؟ اقول الاجتماع كان فين؟ مش هقول. هديك فرصه اخيره، سيبوا الاهلي وشأنه، سيبوا الجمعيه العموميه تختار، سيبوا فرقه الكوره وشأنها وحالها، بالذات فرقه الكوره اللي هيقرب. ولا انا ده جمهور الاهلي قبليه بالمناسبه، جمهور ابعدوا عن الكوره، روح اعمل العبس بتاعك ده في حته تانية. يعني في الانتخابات اه ماشي وبتاع ومقبوله الاجواء الانتخابات تبقى بالشكل ده، نروح للي بعد كده. الله الله، اسمه ايه؟ قول لي كده ولا مش كاتب؟ ازمه قناه الاهلي تشتعل. ده انت قديم قوي، ده الناس وصل لها المسج من يوم الاحد اللي فات. بكلمك بجد، ده الكلام ده قديم، ده حبايبك وانتوا قاعدين مع بعض بتعملوا القصه. ده كان من 3 ايام، انت جاي النهارده تفتكر يا راجل؟ اسمه احمد ايه؟ لا اسمه استاذ احمد زهران مش زاهر. انا اقول لكم، شفت نشطر منكم ازاي فريق العمل؟ يا خايب يا ابو علي، يا خايب يا شم حسن، يا خايب يا محمد مهدي، يا خايب يا هاني يا ابو صبور، يا خايب يا احمد عادل، يا خايب. انا مذاكر اكتر منكم. اسمه احمد زهران، ما سابش ندوه للنادي الاهلي في افتكر 25 و26 في الثلاث ندوات. الاهلي كان عامل 3 ندوات، في الشيخ زايد و في مدينه نصر والجزيره، وقال لك الاهلي بيفرق، ما سابش حاجه ايجابيه قالها. ايه رايكم؟ طب اقول لكم حاجه جميله بالنسبه لقناه النادي الاهلي. طيب عارفين الازمه كان فيها ايه؟ انا المره اللي فاتت اديتكم حته صغيره، ارجع لي بقى كده عشان انا بقى كنت شاهد. كان في ازمه زي ما قلت، ابتدوا عايزين يقفلوا القناه باي طريقه، مشي المهندس عادل القيعي ورفع عليهم قضيه بيلغوا في البرامج، ابتدوا يطلعوا مش عايز حد يزعل مني، كان حد في رئاسه التحرير عملوا له برنامج الاستاذ عماد حسن بدوري، اتعمل برنامج اسمه من قلب الاهلي، واتلغى الناس كلها، وبقى كنا احنا بنطلع بالليل وكنا بنعمل برنامج لطيف جميل عشان عوده الجماهير وقتها، وكنا بنشوف الامور دي وبنتكلم فيها. الكلام اللي اتقال من يومين في احد البرامج اللي كان هيمسك الملف استاذ احمد سعيد ومعاه الاستاذ ابراهيم الكفراوي، ده صح والله صح، عشان تعرفوا ان احنا كل حاجه بنقول الحقيقه. لكن في الكواليس اللي ما كانش يعرفها جوه المدينه ايه اللي بيحصل؟ الاستاذ محمود البط كان رئيس القناه زي ما استاذ ابراهيم حكى، وهي دي الحقيقه، كان وقتها رئيس القناه مش مازن زي ما عمرو عبد الحق قال. كان محمود البط دخل قناه الاهلي 3 مرات، خلي حد يكذبني وهستعين بصديق ومش هقول اسماء، في اصدقاء قالوا لي قول ما تخافش من حاجه كمل جوه القناه، ولو عايزنا في مداخلات هنعمل معاك المداخلات نقول الكواليس كمان كان فيها ايه. ناس مش عايزه تظهر على الشاشه، ناس فاكرين الجمله اللي انا قلتها في بدايه الحلقه، الاهلي دخل مجلس اداره جديد، الاهلي عايز 14 مليون جنيه، لا مش دافعين، لا احنا عايزين الدوري. يا جماعه ما فيش اوراق تقول الكلام ده، ده كانت بالحب وبتاع. طب طوروا القناه ما فيش، طب زودوا ما فيش. عارفين في عيل على السوشيال ميديا دلوقتي كان كاتب ايه؟ انا مش هعرضه لان انا خلاص مش هغلط الغلطه تاني، اطلع ناس ملهاش لازمه موجوده عشان اقول الحقيقه. كانوا بيمشوا حاجه و60 واحد يا ناس من العمال الموظفين اللي مرتباتهم بسيطه. بعد ما مشوا 60، لما راح الدكتور احمد سعيد بقى كان هيقعد مع الاستاذه هديل اللي هي بنت الشيخ صالح، حصل حاجه في النص هنا. قبل محمود البط كان استاذ مصطفى جمعه المحترم، قيادي، بيعرف يعمل برامج، بيعرف يسطب الدنيا، بيعرف يهندل الدنيا، بيعرف ازاي يبقى فيه انضباط والتزام، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، يعني ايه لون البدله ده غلط، لون البدله ده صح، انا بحكي لكم وقائع مش هتسمعوها غير من العبد لله. وفي ربنا، واللي هيكذبنا يدخل مداخله، بنفتح للناس كلها. ايه اللي حصل؟ طبعا التوقيت ده
استاذ مصطفى ما كانش عاجبه الوضع فمشي من القناه، جه محمود البط، هو ما كانش رئيس القناه لكن كان في بوزيشن جوه المعادي الشركه الام. طبعا في الاستاذ اسماعيل اليماني ده دراع يمين وشخصيه ايضا محترمه جدا، وكان في الاستاذه هديل دي اللي برضه شخصيه محترمه جدا بنت الشيخ صالح، وكان معاها الاستاذ محمود البط. استاذ محمود البط رمى الدنيا كلها وباع الدنيا، خلاص اخدوا قرار مهما حد تحت مظله اللي احنا هنتفاوض، والكلام ده كان غير سليم. قعدوا مره لكن كانوا بيدوروا على شركه تانية تاخد. واقول لكم على حاجه اللي محدش يعرفها وده سر للمجلس الحالي اول مره يسمع الكلام ده، كانوا عايزين يحطوا ايديهم في ايدين اعتقد شركه بريزنتيشن كانت ماشيه بشكل كويس جدا، وقال لك ايه تشيل الليله مننا شويه. لكن كانوا بيتشرطوا فما عجبش بريزنتيشن الديل. تمام؟ ايه اللي حصل تاني؟ فمشوا على ثلاث مرات، الجزء الاول مشي من القناه مش فيش تطوير، مفيش 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 مفيش. ابتدوا يشتغلوا على فكره نقطه مهمه جدا، يخاطبوا مدينه الانتاج الاعلامي ويخاطبوا وزاره الاستثمار ويخاطبوا جهه ثالثه، انا مش متذكر دلوقتي. استاذ محمود البط فين؟ رئيس القناه مش موجود. ابتدى رئيس نادي الزمالك وقتها يهددنا عشان بنطلع نقول الحقيقه، عشان بنطلع ندافع عن جمهورنا، عشان التوقيت ده كان السبب الحقيقي بيتقال على جماهير النادي الاهلي وخصوصا الالتراس ارهابيين. وتهاجمنا وعارفين ايه كمان؟ عشان مجلس اداره النادي الاهلي وعشان هيثم عرابي وعشان وعشان امور كتير جدا. اتصل استاذ عبد العزيز اليماني اول مره احكي الحقيقه كامله، اتصل باستاذ مصطفى جمعه، البرنامج ده يتقفل ويتلغي. خرجنا من البرنامج لقينا ورقه، يا جماعه هنوقف البرنامج شويه عشان رئيس الزمالك زعلان. يا اللي بتدافعوا عن مسك، يا اهلاويه يا محترمين، يا اللي بتخافوا على اسم ناديكوا، يا اللي كان فيه 18 زملكاوي، يا اللي كان الاهلي بيجي فيه جون اللي الناس بتمسك علم الزمالك جوه قناه النادي الاهلي. انا ما شفتش بس اتحكى لي كل حاجه، شفت في الاخر موقف والحمد لله الناس شاهده. الستين الاخرى كنا بنقف وقفه عامله ازاي؟ ما كناش بنقبل. الركع اللي كان بيقبل وقاعد، هو مين ماليش دعوه، هو مين ما اقصدش واحد، هم مين اللي قابليه. تمام، اكمل لحضركم الجزئيه الاخيره ودي المهمه. مجلس اداره النادي الاهلي راح له بالفاكس اللي البرنامج هيقف شويه، وليا جالي خطاب. انا بس هقول سريعا عشان استقبل الكابتن ربيع اللي انا بعتذر له حالا، الكابتن ربيع هيبقى معانا لان دي نقطه مهمه جدا اشرحها لكل اهلاوي. اتصل بيا المهندس محمود طاهر اتذكر، استاذ عماد وحيد والاستاذ هشام العمري. قال لي ده بيتنا الاهلي، قناته ده بيتنا، مين اللي يدخل؟ انا في متذكر الجمله، استاذ هشام العمري، مين اللي يدخل جوه البيت ويحرك ثلاجه؟ كابتن شادي البس بدلتك بكره في برنامج، لان العبث كان شغال. تيجي النهارده تقول لي مسك واقتحام وبتاع، يا جماعه عيب، يا جماعه كانت الامور مش مظبوطه، يا جماعه القناه كانت هتتسود من غير ما حد يعرف. ولما راح الاهلي، الاهلي ما اقتحمش. انا اقول لحضراتكم مين كان موجود، محمود البط رئيس القناه كان تالت مره يظهر في القناه، كان موجود مدام عزه، كان موجود شريف علوبه المساعد بتاعه، كان موجود الموظفين والمنترين، كان موجود المكتبه. الاهلي لم يتدخل، مكتبته ما خدهاش. استاذ عماد وحيد دخل قال لك اقتحام، ودخل اقتحم عشان يسوقوا على فكره اللي فيه 134 مليون. القضيه قدامك ثلاث شهور تطعن، الكلام ده مش مظبوط، هذا كذب، لكن كلمه الحق اللي انا حكيته. يقفلوا برامج، يمشوا ناس، منهم المهندس عادل القاعي سالوه. رفع عليهم قضيه. والاستاذ ابراهيم المنيسي وقفلوا كل حاجه، مش عايزين يطوروا، مش عايزين يعملوا حاجه خالص. لان ما اللي بيحللوا بقى الحكم مسك ليهم فلوس عند مسك. انا بحكي ربنا لوحده شاهد على كل جمله انا قلتها النهارده. فالاهلي راح قاتل عشان ولا قعده نافع ولا حوار نافع، حتى الموظفين كانوا بيقفوا يعيطوا بالدموع، والله هذا حصل. وعارفين كانوا بيضحكوا عليهم يقولوا لهم ايه؟ مجلس طاهر هو عايز يمشيكوا وهو السبب.
هي دي الحقيقة. لكن لما تروح تدافع عن ناديك وتقاتل عليه وخلاص الامور تمشي زي ما تمشي وخلاص نبتدي نهاجم ونفشل عشان اجي على الكرسي. خلصت كلامي؟ اي واحد هيعبث بالنادي الاهلي وهيغلط ومش هيقول الحقيقه هنقول الحقيقه. اي حد هيقول اي حاجه مش مظبوطه هنرد عليه. اي حد موعود بحاجه هنقف ضد ده ملناش مصلحه. والانتخابات الملعونه دي اللي هي خلت ولاد الاهلي حتى يشككوا في بعض ان شاء الله مش هيحصل، وان شاء الله هنبقى ضد ده والكل يحترم بعض وربنا يعدي الانتخابات دي على خير. انا بحب الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي عشان استقبل ضيفي المحترم ابن النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. اسمعوا ابن النادي الاهلي المحترم ابن الاصول الرمز اللي كان ثابت وكان بطل قال كلام جميل. لو كل اهلاوي وكل اعضاء الجمعيه العموميه سمعوه وكل الاعلام سمعوا الاهلاوي وغير الاهلاوي، اسمعوا الراجل اللي ربنا يرحمه مات ماتر ماتر مات عشان خاطر النادي الاهلي. مات وهو عليه البطانيه كابتن ثابت الله يرحمه. ده في اعلامين بتظهر او في اعلامي بيظهر يعني مش عايز ادعي عليه، عمل عليه ايه وعمل فيه ايه، بس روحوا اسمعوا ابن الاصول ابن الاهلي الحقيقي المحترم العاشق للنادي الاهلي الله يرحمه ثابت البطل قال ايه. وفاصل واستقبل نجم النجوم واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين المحترمين صاحب الاخلاق العاليه ونجم مصر. ولما نتكلم على اللعيبه اللي لعبت في كاس العالم وحققوا انجاز وودوا للاهلي وشقيوا داخل النادي الاهلي بدون مناصب وبدون حاجه، كابتن ربيع ياسين المحترم نروح نسمع كابتن ثابت وبعدها نستقبل كابتن ربيع ياسين. ارجو ان احنا نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني ايه نادي الاهلي ويعني ايه اخلاقيات ويعني ايه نظام. يعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول راي ويجري الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه يا ستي، ما الناس عارفه كل حاجه وما بنشرحه للناس. لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته يعني ما هاجموش حضرتك ليك وجهه نظرك جوه اقولها زي ما انا عايز، انما ما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حاجه، انا اعيش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض يعني البعض مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي باقي. ليس من المنصف أن يبخس أحد مجهود مجموعة بذلت الغالي والنفيس لخدمة ناديها، فالجميع تربى داخل منظومة النادي الأهلي على احترام الآخر. وعند قدوم المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر تعهد على العمل بجد لرفعة النادي الأهلي، وهو ما تم بالفعل، طفرة إنشائية ومالية لم تحدث من قبل. ومع ذلك لم يقم الرجل أو مجلسه بنسبها لأنفسهم، بل كان في كل وقت يؤكد على أن المجلس السابق كان له دور كبير فيما قاموا به، خاصة وأن مجالس الأهلي المتعاقبة دائما ما تستكمل ما تركه من كان قبلها. ولكن ليس من الإنصاف أن نلقي بالتراب على ما قام به المجلس الحالي، ومن الظلم أن نوجه الناس أنهم لم يقوموا إلا بفرش ودهان المنشآت فقط كما يحلو للبعض أن يؤكد،
فالجميع يعلم أن فرع الشيخ زايد بمفرده والذي تحدث البعض أن المجلس الحالي لم يقم فيه بشيء مجدي قد كلف ميزانية النادي ما يقرب من 144 مليون جنيه، تحمل منهم المجلس السابق فقط 16 مليون جنيه. فهل يعقل أن يدهن الفرع الجديد ب 128 مليون جنيه؟ فما أغلى هذه الدهانات إذن التي يتحدث عنها البعض؟ المجلس الحالي تسلم بالفعل الشيخ زايد وبه مبنى اجتماعي لم يتم تشطيبه بعد، وقاموا بإنهاء الأعمال به وفرشه، وقاموا بعمل ملاعب لأكاديميات النادي وملاعب للكرة الخماسية ومجمع حمامات سباحة وجيمانيزيوم متكامل وملاعب تنس وصالة للكاراتيه ومنطقة ألعاب أطفال وحدائق وغرف ملابس على أحدث إطار وواجهة للنادي وممشى للكبار وجراج سيارات الأعضاء. ثم يأتي أحدهم لينكر ذلك ويبخس الناس أشياءهم، والسؤال هنا الذي يطرح نفسه بقوة: هل هذا ما تربينا عليه داخل النادي الأهلي؟ يجب أن يعلم ويعي الجميع أن الأهلي ما هو إلا أجيال تسلم بعضها لبعض، فرجاء اصمتوا قليلا حتى لا تفقدوا مصداقيتكم. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة النادي الأهلي المصري مع رقم واحد، العالم شاهد على شرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تاني النادي الأهلي المصري مع رقم واحد، العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. مرحب بحضراتكم الجديد، ودلوقتي فقرة الضيف. من وجهة نظري زي ما اتكلمنا عنه امبارح وكنا بنكرمه في 100 سنة أهلي، واحد من الشخصيات المحترمة على المستوى الإنساني قبل كرة القدم وقبل الإنجازات والبطولات الكبيرة جدا اللي حققها سواء مع النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني. ولما كمان نتكلم على اللعيبة اللي راحت كأس العالم تتعدى على صوابع الإيد، هو واحد منهم، أخلاقيات عالية. أنا عايز أتكلم أكتر معاه النهاردة على المستوى الإنساني، وخصوصا الأربع سنين الأخيرة والخمس سنين الأخيرة قربنا من بعض بشكل كبير، وعندك مشكلة بتروح له بتتكلم معاه، بينصحك بإخلاص، بيقف جنبك في المحنة، في الفرح ممكن بيختفي، وده الغريب اللي عنده، تقصده في أي حاجة جدع وابن بلد وراجل. عشان كده بحييه دايما هو معايا، نتكلم شوية كورة، نحكي ذكريات. كابتن ربيع ياسين، مبسوط اللي حضرتك معايا النهاردة. انا مبسوط جدا جدا، ولما باجي طبعا وبعرف ان معاك، انت عارف بحب قعدتك يعني، وبحب قعدتك في النادي، وبنقعد نهرج وبتعمل لنا جو جميل كده. الله يخليك، موفق دايما وجميل دايما. كابتن ربيع، انت صاحب بيت، عاوز تبتدي منين وتقول ايه؟ بص، هنبتدي من الاخر، ان احنا عاوزين نقول ان احنا النادي بيمر بظروف طبعا، ان في على وشك ان شاء الله انتخابات في هذا الشهر. احنا عاوزين الاجواء تبقى زي ما احنا طول عمرنا متعودين، اجواء النادي الاهلي المثاليه والاخلاقيات والسلوكيات، تصرفات مهمه جدا، الترابط بصرف النظر، كل الذين ناس محترمين جدا بيحبوا النادي الاهلي، خد بالك دي حقيقه. فاحنا عاوزين يعني ما نخلقش اجواء فيها مشاحنات وفيها عداءات وفيها 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 وفيها. صح، دي حقيقه. يعني مش عاوز اذكر اسماء، لكن لو انا جيت على مستوى الناس الكبيره هتلاقي ان في رئيس نادي محترم جدا اشتغل واجتهد واخلص جدا جدا، دي حقيقه، مهندس محمود طاهر، وطبعا شغله لازم نشهد بيه. وفي نفس الوقت برضه نازل انتخابات كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، طبعا راجل كابتن كبير وقائد وراجل يدرج جواه حاجات كثيره جدا، وكان قبل كده يعني كلنا بنتواصل يعني، وكان في المجلس الكل شادي بتواصل. احنا عاوزين المباراه التنافسيه المحترمه الشريفه تبقى موجوده لحد اخر لحظه، تصرفاتنا احترامنا للنادي للكيان، اللي عاوز يخدم الكيان هيخدمه بره او جوه، وفي نفس الوقت احنا عاوزين الحب وعاوزين كل حاجه كويسه. فكل الناس اللي موجوده ناس محترمه وناس عاليه جدا، زي ما الاجيال على مدار الاجيال كلها من 1907 كل الاجيال اللي مسكت الاهلي محترمه ومتواصله، وفي ترابط نص حلو وبيننا ومحترم ازاي يا شادي، كل الادارات
وعلى راسها طبعا ما حدش ينسى المايسترو كابتن صالح سيما الله يرحمه، سيادة الفريق مرتجي، كابتن عبد الصالح الوحش، استاذ كمال حافظ، حد اكون ناسيه، كابتن حسن حمدي، كابتن خطيب، المهندس محمود طاهر، كلهم اي واحد بيحط رجليه في النادي الاهلي بيشتغل بما يرضي الله وبيخلص غير عادي. دي حقيقة. دي حقيقة، فربنا يوفقهم وتبقى كل الامور تمام التمام ان شاء الله تعالى. واهم شيء ان احنا الكيان اللي بننتمي بيه ونتشرف ان احنا بننتمي ليه، هو كل واحد منا يحاول باذن الله تعالى ان هو يحافظ على اسم الكيان الكبير. كابتن ربيع، عايز استغل وجودك معايا، زي ما انا هاخد من كلام حضرتك اللي انت قلته الاجواء المشحونه، النصايح اللي يقولها الكابتن ربيع وخبره كبيره وموجود داخل النادي وتعلم سلوكيات النادي والقيم وهيبه الاهلي اللي احنا بنتكلم عنها طول الوقت، النصايح اللي انت تقدمها تقول ايه لكل الاطراف اللي موجود؟ شوف، احنا كلنا يعني عاوزين نقول ان احنا ابناء النادي الاهلي المخلصين، ابناء النادي الاهلي المحترمين، الامور كلها تبقى بداخلنا احنا، بالك، وحتى يعني لو في اي حاجه ما تطلعش بره. هو دي اسره النادي الاهلي، خد بالك يا شادي، اسره النادي الاهلي حتى لو فيها حاجه احنا نحافظ على بعض، صح، وبعدين ما تطلعش، وبعدين دي حاجه انا يعني انا من كتر حبي واحترامي للاطراف والنجمين اللي نمتهم بصراحه، فيعني الامور كلها النادي الاهلي اكبر من اي حد. وفي نفس الوقت انا من وجهه نظري الايام دي الكلام يبقى قليل جدا، الكلام خارج جدران النادي الاهلي يبقى قليل جدا، وكله ينتظر المباراه الشريفه المحترمه اللي كل اطرافها محترمين، صح، ان شاء الله تعالى. وفي نفس الوقت اللي ربنا يوفقه اكيد هيشتغل زي ما اشتغل، وكل واحد بيدخل النادي الاهلي بيحاول يعمل عليه وزياده، بينتمي لمكان كبير جدا وعريق. وفي نفس الوقت احنا عاوزين نبعد عن المهاترات ونبعد عن المشاكل ونبعد عن الكلام الكتير والرغي الكتير، وربنا يوفق نادينا واحنا بداخلنا ببعض. انا عندي اي حاجه بروح، انا عندي حاجه بدخل في النادي الاهلي بتكلم، انما بره النادي الاهلي لا يمكن في يوم من الايام اطلع على شاشه التلفزيون او اطلع على راديو او اطلع في اي حته حتى لو عندي اي حاجه. ان شاء الله تعالى الانتخابات تمر على خير وتخلص على خير بامر الله تعالى، ويبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي، الكيان هو الكيان، وبامر الله تعالى هنقول الكسبان مبروك والخسران الارض لك. هو ده اللي انا كنت عايز اقول، هيكسب المهندس محمود طارق بقيمته هنقول له مبروك، هيكسب الكابتن محمود الخطيب الرمز والقيمه هنقول له مبروك. طبعا طبعا طبعا. والكل كلهم، انت قلت جمله جميله جدا يا كابتن دلوقتي، قلت ان كلهم ولاد النادي الاهلي، طبعًا كلهم عاوزين يخدموا النادي الاهلي، عايزين يخدموا النادي الاهلي، وده في الاول وفي الاخر عمل تطوعي، لكن طبعًا الاهلي هيبقى عنده ماتش بعدها سواء في يد، سله، طايره، كره قدم، كلنا هنروح وهنشجع الاهلي، مش هنقدر نستغنى عن الاهلي. هذه الفكره اللي الواحد بيتكلم عنها. احنا شفنا صوره الوداد اللي كانت ما بين المهندس محمود طاهر، لما المهندس محمود طاهر قال للواء شيرين اي اجراءات اداريه للكابتن محمود الخطيب تخلص، والراجل راح هناك وتعانقوا مع بعض وقعدوا مع بعض، ده درس كبير جدا في الاحترام والادب وفي السلوكيات والاخلاقيات والترابط الغير عادي، كل واحد منه نيته انه يخدم النادي، قعدوا جنب بعض زي الفل، ربنا ما قدرش ان الاهلي يرجع بكاس لظروف وعدم توفيق، خلاص، انما كانت صوره معبره عن ان الكيان الكبير دول ابناء المخلصين، دول الناس المحترمه اللي بيفكروا في مصلحه النادي، اننا احنا نازلين انتخابات لكن قاعدين جنب بعض، راجعين مع بعض، رايحين ما فيش مشاكل خالص، فدي صوره معبره على ان الكيان فعلا مربي اولاده احسن تربيه، دي حقيقه. كابتن ربيعه، اول ما دخلت لقيتك يعني شفت الجزء الاخير من كلام الكابتن ثابت، طبعا، وقلت لي عايز اسمع الفيديو تاني اول ما حضرتك دخلت، ده كلام كبير جدا وكلام من ابن احترم تربى في النادي الاهلي، صح، وابن مخلص الله يرحمه، يا رب يجعل قبره روضه من رياض الجنه، يا رب ثابت يستاهل كل خير. وفي نفس الوقت الكلام ده يا ريت يتعاد تاني عشان انا اسمعه وكلنا نسمعه والناس تسمعه، ان كلام محترم جدا وعلى اعلى مستوى، ويا ريت بعد اذنك يا كابتن شادي نسمعه مره ثانيه. حاضر استاذ احمد، ممكن تعد لنا كلام الكابتن ثابت تاني؟ اتفضل يا استاذ احمد، لان كلام فعلا كلام مهم وكلام محترم. ارجو ان احنا نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني ايه نادي الاهلي ويعني ايه اخلاقيات ويعني ايه نظام، يعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول رايه ويجري الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه يا ستي، ما الناس عارفه كل حاجه، وما بنشرحه للناس، لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته، يعني ما هاجموش حضرتك، ليك وجهه نظرك جوه اقولها زي ما انا عايز، انما ما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده،
ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حد انا اعيش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض يعني البعض مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي باقي. الله يرحمه في دار الحق وبيتكلم كلام عايش وسطنا. صحيح، محتاجين الكلام ده منه. عجبك الكلام يا كابتن جدا. دول ابناء النادي الاهلي المخلصين المحترمين. فعلا احنا اي مشكله الناس بداخل جدران النادي الاهلي في نفس الوقت ما تطلعش. يعني انا فاكر ان كان في انتخابات سنه 81 82 وكانت عملت شويه حاجات كتيره جدا كده، ف يعني كان كف صالح الله يرحمه موجود وكنا احنا صغيرين بقى، فكانت في جبهه على حساب جبهه. وانا فاكر ان كنا قاعدين بمجموعه كبيره جدا وفي نفس الوقت كنا هم عاوزيننا يعني نميل لجبهه ثانيه. كان مجدي عبد الغني موجود واسماء كبيره جدا جدا. فانا كنت بقى لسه جاي دي سنتين في النادي الاهلي، كان تقريبا 80 81 تقريبا. قلت لهم انتوا عاوزيني اقف في جبهه على حساب جبهه؟ ما ينفعش، مش ده اللي مطلوب مننا. في مايسترو كبير جدا اسمه كابتن صالح سليم وفي الحاجات دي كلها. فاللي اقصده ان كلام الكابتن ثابت البطل فعلا تحس ان الكلام ده اتقال امبارح، اتقال النهارده، اتقال فاهم واقعي جدا. والله يرحمه كان عنده نظريه سليمه، وانت تسمع الكلام ده من اللي تربى في النادي الاهلي، اللي شبع من نجوميته خدت من النادي الاهلي الكيان واللي بيحب الكيان. انا اعتقد ان كلام الكابتن ثابت ده هو ده الكلام المفروض يتطبق بواقعيه شديده جدا في الايام دي والايام اللي فاتت والايام اللي احنا فيها والايام اللي جايه ان شاء الله. لو اتطبق مش هيبقى في اي مشكله خالص. ولو اتطبق هتلاقي كل اللغط اللي موجوده يبقى في حاله من الهدوء. صحيح. في موقف مع كابتن ثابت كابتن ربيع مع حضرتك ده ثابت ده انت بتضحك ده مواقف المنتخب والنادي الاهلي. اولا واحنا كنا طبعا ثابت كان بيقود مجموعه دايما بتيجي قبل التمرين بحوالي ساعه عشان نعمل الدايره 4 ضد 2 على طول، حتى لما انا جيت حتى لو في 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 في, في, في المانيا في معسكر مثلا يصحينا بدري عندنا تمرين الساعه 9 احنا ننزل 8 الصبح عشان يعدي على علامه اوبر وبياسين وده السيد وكرامي وهو واخد بالك ونعمل الدايره دي حاجه. لا ثابت كان قائد وكان كابتن كبير جدا الله يرحمه. ومره انا كنا رايحين الكاميرون، كنا في الكاميرون لعبنا ماتش في الكاميرون مع المنتخب، كان الكابتن عبد الصالح مسك المنتخب سنه 82، سافرنا سفريتين نيجيريا والكاميرون. فالكاميرون الاول بعدين رحنا نيجيريا، او نيجيريا الاول بعدين رحنا الكاميرون، فلعبنا ماتش ودي فروحنا اتغلبنا 2-0 في الماتش الودي، خطا مني انا وخطا من حسام البدري، كان حسام باك رايت وانا باك ليفت. ف انا اتعصبت شويه واتنرفزت. الله يرحمه الله يرحمه ثابت جه قال لي يا اخي هو انت متنرفز ليه؟ وراح مديني حته قلم ثابت. اول مره اقول الكلام ده بجد والله اقسم لك بالله ثابت اصله يعني. بس انت خلي بالك يا كابتن في الحقيقه بعد ما عشرت حضرتك انت هادي جدا بس عصبيتك وحشه جدا. فخد بالك عملت ايه لما لا ولا حاجه، احنا احترام. ده اخويا الكبير ده كابتن منتخب مصر ثابت. خد بالك ثابت لا ده حاجه جميله جدا. انا بكلمك بص اكتر من انا ما ممكن بقى امسك فيه. لا مش ده هو ده كلام الكابتن ثابت. وبعدين احنا في منتخب، ده احنا مش في النادي كمان، في منتخب مصر. يعني منتخب فيه من الاهلي والزمالك والاسماعيلي محافظ على اسم الاهلي طبعا واحتراما ليه. وبعد كده دخل الاوضه قال لي قلت له اخرج انت اخويا الكبير يا كابتن ثابت. ايه المشكله؟ انا عارف انت وبعدين كويس عملت معاك انت هديتني. خد بالك فلا ثابت كان قائد وكان كابتن وكان حاجه جميله جدا وكان مدير كوره ناجح على اعلى مستوى والله يرحمه. يعني من الناس اللي دايما نذكرها بالخير. واخد بالك وثابت له دور كبير جدا في حاجات كلاعب في المنتخب ولاعب في النادي وبعدين فنياته وبعدين ادارته. لا ثابت اسم كبير جدا جدا وعنده نظريه والكلام اللي قاله ده كلام من نجم كبير بيحب كيان كبير ينتمي له. كابتن عايز اسالك قبل ما اتكلم في الكوره مهم جدا عايز استفيد من اراء حضرتك. هو احنا بجد في حياد؟ هو احنا بجد بنمارس ديمقراطيه؟
هو احنا بجد بنسيب الجماعه العموميه وشانها وهي تبقى صاحبه القرار، ولا احنا بنقول الكلام دوت ومش موجود على ارض الواقع؟ هو ده المفروض يبقى موجود بامر الله تعالى، والذي يبقى مطلوب من كل الناس اللي نازله باذن الله وكل الساده المرشحين بقوه بامر الله تعالى، ان الجماعه والنادي الاهلي طول عمرها فاهمه وناضجه وعارفه مصلحه الكيان فين. خد بالك، عارفه مصلحه الكيان فين. الناس على ارض الواقع شايفين اللي موجود، وفي نفس الوقت هم ناس طول عمرهم متربيين على ان انا داخل وبامر الله تعالى عارف مصلحتي فين، وكله مترابط وكله بادب وكله بخلاص. انا شهدت، خلي بالك، قعدت يعني انتخابات كتيره جدا جدا وكنت ابقى موجود في نفس الوقت. جمعيه عموما بتاع النادي الاهلي جمعيه الناس تتعلم منها، صحيح شادي فعلا، فالطبيعي جدا طبعا الحياد يبقى موجود، مفيش كلام. وفي نفس الوقت هي الناس عارفه من غير والله الندوات، عارفه مين كابتن محمود الخطيب ومين المهندس محمود طاهر، مين المهندس محمود طاهر ومين الكابتن محمود الخطيب، عشان يبقى كل الامور تمام. فزاد الساده المرشحين، فالجماعه عندك ناضجه وفاهمه وعارفه، واكيد ان هي بتدور على مصلحه الكيان، وبيخرج يوم محترم جميل ما بتحسش باي فوارق يا شادي، واخد بالك؟ وده اللي عاوزينه من اعضاء الجمعيه العموميه باذن الله تعالى. وزي ما قلنا احنا بنسعى لكيان كبير جدا بننتمي اليه، اكيد ان شاء الله كان ده هيبقى دايما في المقدمه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم اعضاء وابناء المخلصين. فبالتوفيق ان شاء الله تعالى، يبقى يوم جميل وزي الفل وتمام التمام. في اسم حقيقي يعني بيجي رسائل كتير جدا، انا طبعا المفروض بنعمل كده في الجزء الاخير من الحلقه، بس في رسائل مهمه جدا نقول الشيء الايجابي طول الوقت. كابتن ربيع، يعني في مازن احمد بعت اكتر من مره وبيقول كابتن ربيع خلص كل الكلام اللي انت قلته في البدايه كابتن شادي، ممكن بسبب الكلام اللي انت قلته كابتن شادي تهاجم هجوم شرس، ولكن كمل في كلمه الحق، وكمان كمل الكابتن ربيع وكلام الكابتن ثابت، دول قوامات لخصوا الدنيا كلها، وده المفروض الايام اللي جايه هو اللي يبقى موجود. اكيد طبعا، كلام جميل جدا وكلام محترم، وانت كنت بتتكلم اكيد بتتكلم، بشكرك يا مازن على الرساله، بحياد، وبتتكلم لمصلحه النادي ومصلحه الكيان اللي انت بتحبه وتنتمي ليه. انت راجل برضه جيت النادي الاهلي وكابتن ووصلت وخدت بطولات وانتميت وبتنتمي، واعتقد ان البرنامج برنامجك يعني برنامج حيادي، وبتكلم باخلاص وبتكلم بشفافيه وبتكلم باحترام، واكيد انت بتحترم كل الكباتن. كابتن ربيع، كل الكبار، انا اسف على المقاطعه، بس صدقني احنا بنفتح قلبنا وهو موجودين، ودايما يعني ايه بنشاكس بعض احيانا. طبعاً. هو لما تقول حق وحق قوي بيزعل بامانه كابتن. هو خلي بالك، اصل انت عندك ميزه ان انت بتتكلم جريء جدا، لانك انت كنت كابتن النادي الاهلي، واخد بالك، وقائد، فعارف وتنتمي لكيان كبير جدا وبتقدم برنامج. انت اعتقد ان يعني الناس برضو انت عندك برنامج مميز وانت مميز جدا فيه، وبتتكلم الحق وبتقول الحق، فدي حاجه، دي حاجه معروفه فيك. ان انا لما بقعد في وسط الناس في النادي يعني بيشيلوا وشالف في برنامجه، يقول لك لا بجريء بيتكلم الراجل، بيقدم برنامج على اعلى مستوى. دي حقيقه بسمعها من الناس اللي موجودين في النادي الاهلي بصراحه. طب نقفل قصه الانتخابات ونقول الجمله اللي حضرتك قلتها في البدايه، الكابتن محمود الخطيب كسب، هنقول له الف مبروك، وكلنا وراك وكل اهلاوي وراك. لو كسب المهندس محمود طاهر كلنا وراه طبعا، وكل الاهلاويه وراه، وده اللي احنا اتعلمناه طبعا، وهي دي الاخلاقيات، الاخلاقيات واللي احنا اتعلمناه، عشان كده مهم جدا فعلا نقفل الملف ده بالجملتين. وهم برضه حاجه الاثنين قامات كبيره جدا، وناس بصراحه اقدم وعلى سلوكات عاليه جدا جدا جدا. كابتن ربيع، عشان اكتر من الايجابيات جوه البرنامج، طلبت صوره كان المهندس محمود طاهر مع كابتن محمود الخطيب، ناس كتير بتناقشها، لكن ده بيتنا احنا، عرضنا الصوره دي من بدري. والاستاذ كامل زاهر مع الاستاذ خالد الدرندلي، وكان معاهم الاستاذ خالد مرتجي جوه النادي، وبره النادي. شفت الصور دي؟ حقيقه، ادي الصوره الاولانيه. دي صوره رائعه 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 والله العظيم، حاجه جميله جميله جميله. ادب الدنيا واخلاقيات الاهلي، بس اللي بيحصل في الكلام ده حقيقه طبعا، ما تلاقيش غير في النادي الاهلي، واخد بالك. بص عامله ازاي وحلوه ازاي، وبيكلموا اخوه قبل اي شيء. خلي بالك المهندس محمود طاهر كان الراجل في دورات سابقه قبل كده مع المايسترو، مع كابتن خطيب في دورات سابقه مع المايسترو برضه، الاثنين جمال والاثنين كبار جدا جدا جدا. وتصرفات دي عشان برضه تبقى عارف ان جمهور النادي الاهلي
واعضاء النادي الاهلي مبسوطين وفرحين بهذه الصوره العظيمه. انا عبرت تعبر عن النادي الاهلي ان شاء الله في امينه. النادي الاهلي كيان كبير جدا، كل الناس عاوزه تخدمه وكل الناس عاوزه تتسابق عشان تخليه في المقدمه دايما. فشكر كل الشكر والتقدير للمؤسس محمد طاهر، كل الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب. الصوره بتاعت الاستاذ كامل زاهر، انا عايز نكتر من الايجابيات ونقول للناس اللي هم دول ولاد النادي الاهلي المحترمين. ايوه طبعا، هم دول التنافس، مفيش حاجه اسمها كلمه بتضايقني اللي هي كابتن يقول لك معركه انتخابيه. لا مفيش في الاهلي معاه. برافو عليك، خلي بالك احنا مش في النادي، ما احنا بنقابل كل الناس وبنمشي معاها انت فاهم. الاسبوع اللي فات واحنا بنلعب فرقه الشمس حصل كلهم قاعدين مع بعض ويسلموا، وفي الاخر الناس بره بتتخانق مع بعض فعلا والله. ده ما انا بقابل امبارح، اول امبارح كنت في النادي قابلت عدد كبير، وبكره بقابل ومعاهم يعني بكل الناس بالتوفيق، وبنقابلهم وبنش يعني الامور الامور سهله جدا جدا، وبقعد مع بعض وفي بيقعدوا مع بعض جنبه حتى. فيعني هو ده النادي الاهلي، وانا بصراحه حاسس ان النادي الاهلي في ايد امينه بامر الله تعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى هيوفى اليوم ويطلع على خير، وهيبقى يوم عالمي باذن الله ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله، وربنا يوفى الخير ان شاء الله. الحاجه الاخيره في الموضوع ده، انا بحاول اخرج منه لكن مش عايز اخرج عشان نسلط الضوء على الايجابيات اللي موجوده في وقت في ناس عاملاها صراع وخناقه ومش، خلينا نركز على الايجابيات. الحاجه الاخيره معلش يعني مش عايز اخرج من الموضوع عن فكره كمان محترمه كابتن ربيع، وفكره لازم نبص في المستقبل. احنا بنشتغل في الاعلام ولازم يبقى في حلول لكل حاجه. اخشى ما اخشى من اللي بشوفه كمان على السوشيال ميديا، امور كتير جدا. خلي بالك كابتن محمود الخطيب قاعده كبيره وضخمه، مهندس محمود طاهر الشغل اللي عمله جوه النادي قاعده كبيره وضخمه، ينجح اللي ينجح زي ما احنا متفقين، لكن باصص لبكره بعد 14 يوم، هل ممكن انت اهلاوي وانا اهلاوي نعاير بعض ونطلع لساننا لبعض ونتخانق مع بعض وانا اللي كان عندي حق وانت كنت غلطان، هل ممكن اللغط ده يودينا لده؟ لا هو ما افتكرش هي توصل، والمفروض ما توصلش للكلام ده خالص. زي ما قلت انت، يا مباراه تنافسيه محترمه جدا، وكل الاطراف اللي فيها بصراحه ناس محترمه، وفي نفس الوقت انا ضد الكلام اللي انت يعني ضد الاشخاص. دي صوره جميله جدا، اثنين امين صندوق امين صندوق امين صندوق امين صندوق كامل زار وخالد يعني اثنين محترمين جدا ومؤدبين جدا وحاجه على اعلى مستوى. بص هو ده بقى السواء بصراحه يعني الحاجه دي تفرح، يعني هو ده النادي الاهلي، دول ابناء النادي الاهلي، دي الناس اللي عاوز تخدم النادي الاهلي. بص عليهم مع بعض، ويوم الانتخابات هي يوم عادي جدا، وبيلفوا مع بعض وبيقابلوا بعض الاثنين خلي بالك في اوقات معينه. فلكن انا ضد انك تخرج وانك وبعدين حته التوفيق هذا من التوفيق بتاعت ربنا شاهد. صح يعني خلي بالك مش شرط، في حاجات كثيره جدا، فالكل بيشتغل عشان يخدم النادي الاهلي، وما افتكرش ان شاء الله لما يكسب مجموعه على حساب مجموعه ان نقول لا 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 لا، بالعكس كل الناس بتحاول خد بالك، وكل الناس ربنا يكرمها، وكل الناس بتتشرف ان عاوزه تغلب الكيان الكبير جدا اللي بتنتمي اليه. وفي نفس الوقت زي ما قلت يا كابتن شادي، ان الكسبان اقول له مبروك، والخسران اقول له ارض لك، عملت اللي عليك وحاولت وشكرا ليك وكتر خيرك. ده متهيألي وجهه هو ده الصح خد بالك، لان احنا كله عاوز يغلب الكيان، وفي نفس الوقت الايام بتجري. فين الكابتن صالح حرام، وفين الكابتن مرتجي، وفين وفين وفين، كله بيجري وكله هياخد وكله هيخلص، والدنيا هتخلص هتخلص. صح. لكن هو الكيان هو اللي باقي، والسيره الطيبه مهمه جدا يا شادي، والتصرفات مهمه جدا بتحسب. صح. فربنا يوفق يا رب ان شاء الله ويعدي على خير، وانا اعتقد من وجهه نظري انا ان الامور هتعدي على احسن ما يكون. وانا بتكلم كربيع ياسين كابتن الاهلي ومنتخب مصر، الناس كلها محترمه والهدوء والتصرفات، وفي نفس الوقت احنا عاوزين برضو نعرف الناس ان النادي الاهلي الكيان الكبير كل الناس بتخدمه او عاوزه تخدمه، وفي نفس الوقت ناس على مستوى اخلاقيات وتصرفات وحاجه جميله جدا. كابتن ربيع اظن احنا بندردش عادي، ولا رحنا قلنا لا مين لا يكسب ولا لا مين لا، احنا بندردشه للصالح العام. بس انا هقول لك انا استقريت على شاب صغير جميل ابوه نجم كبير عمر جميل. كابتن انت اول ما اتكلمت يعني لقيتك اتكسفت شويه واحنا بنتكلم على عمر. الله عمر بيكافح، وعمر انسان مخلص جدا وانسان محترم، وانا في الزحمه دي انا بشوف خلي، لكن عمر مكافح جدا وعاوز يخدم ناديه، وهو زيه زي
اخوانه اللي موجودين كلهم محترمين كلهم مثقفين وكلهم ما شاء الله. فعمر لما حب ينزل انتخابات عاوز يخدم مكان، هو لاعب كوره سابق في النادي الاهلي وبيحاول طبعا وربنا يوفقه. شاطر عجيب عمر مكافح. لا ذكي في حاجه مش هقولها، قابلته ثلاث اربع مرات مش هقولها ما ينفعش على الهوا، بس كمان اللي عجبني يا كابتن وانا على طول رحت بعت له اتصور مع ست سبع اطفال صغيرين وقال لك دي الحمله الانتخابيه بتاعتي. قلتها في النادي الاسبوع اللي فات. هو عنده ميزه ان هو يعني معتمد على الله واخد بالك. حتى انا في اوقات بروح معاه والف ومش عارف ايه وبروح يعني لكن هو بيكافح ومخلص. وحتى خلي بالك ده انا قابلت كل المرشحين بيحضنوه ده كله هنا وكله برافو عليه. بقول لك على حاجه وبيمشي معاهم. انا لقيته مره مش هنكذب بقى احنا في بيتنا لا طبعا عنه. لا طبعا لقيت كان في ندوات قلت له بلغه الكوره ده انت لعيب جامد قوي. هو كابتن منى عبد الكريم سواء ندوه كانت لكابتن محمود او ندوه المنصور محمود طرح دخل وبيعرض عايز يعمل ايه وبتاع. قلت له والله الله ينور عليك. هو جريء جدا جريء وبيحاول وبيحارب بشرف وعزه واحترام. قلت له بص عمر احترام سلوكيات اخلاقيات دي مباراه واخد بالك. وانت يا ابني بدل ما تفكر احنا مكان تخرج وبعدين يقابل اللي تحت السن حضان ويمشي مع بعض ويقعدوا مع بعض ويشربوا مع بعض. دي مباراه جميله محترمه وكل عاوز يخدم. فانا عمر بصراحه يا ربنا بدعي له دايما بالتوفيق. ربنا يحفظه لك اخلاقيا كمان حاجه خليك. مشرفه كابتن ربيع ربنا يكرمك بيت محترم بيت كله اخلاق عاليه ربنا يكرمك. وانا بعتز كمان الاسره كمان حاجه مشرفه وحاجه محترمه. كابتن ربيع ما بينزلش انتخابات ليه؟ ما بنزلش انتخابات انا يعني انا يعني انا يعني الزحمه كتيره في حياتي فهزحم اكتر. انا ما احب اشرب يعني يعني انا ببص ان برضو ايه يعني الاخره يبقى ليها جزء في حياتي ان انا برضو احاول اقرا قراني براحتي اصلي براحتي استمتع باماكني براحتي. فانا تالي الزحمه الكتيره هتخرج الانسان وتبعده عن حاجه. تعرض عليك قبل كده؟ اتعرض عليا وفي اتحاد الكره في اوقات اتعرض عليا بس انا مش بتاع الحاجات دي خالص يعني. وخلي بالك الانتخابات دي كان في كلام كتير يعني بس انا ببعد خالص وفي نفس الوقت احب اساند. خد بالك مش لازم ابقى موجود اساند واقف. وفي دورات كتيره جدا كنت بقف ومفيش متهيألي باستثناء الانتخابات اللي فاتت كنت في ليبيا انما دايما بقف واقف وانظم وامور وبدور على المصلحه. وخلي بالك مع كل الاطراف محترم جدا. فالانتخابات بعيد عني لان الزحمه الكتير في حياتي ما بحبهاش ومستمتع بيها انما اخدم كاني زي ما انت شايف انا اكتر واحد بيقعد في النادي الاهلي بروح العب في النادي الاهلي اكتر واحد. تاخد بالك عشان طول كل الاجيال كل الاجيال مع حضرتك. انت تعرف انا ما اعرفش اقعد على الكافيه مثلا حد عاوز يقابلني اقول له النادي الاهلي كل مواعيدي النادي الاهلي. كابتن اسمح لي افتن اقول مره قاعدين بنقعد دايره كده في فرقه الشمس وقررنا ان احنا نقعد ونتغدى او نتعشى في النادي. الوقت جه يمين فلقيت كابتن ربيع مش موجود وفي اتنين قاعدين احنا مش عارفين مين. ايوه فقلت اسالهم بقى خلاص هم قالوا لي انت ادخل لعيبه قالت لي فاسالهم احنا كابتن ربيع خمس دقايق اهو على البوابه ودخل. قلت كابتن ربيع ده بيدي المواعيد بتاعته جوه النادي فعلا. انا بص قاعدين زي ما انت شايف الحته اللي انا بقعد فيها اقسم لك بالله يا شادي انا ما اعرف اقعد على خفيه ابدا. هو بيت للنادي ونادي للبيت. بقول لك حتى كل مواعيدي انا بلعب كره تعالوا في النادي فاهم ازاي. انا كان بصراحه بنتمي ليه وبحبه جدا جدا وبصرف النظر انا عمري ما اشتغلت لكن تلاقيني موجود وتلاقيني واخد بالك وقابل كل الناس باحترام وعمري ما زعلت حد وفي نفس الوقت في ظهر الجهاز الفني وفي ظهر اللعيب. وفاكر انت لما رحنا لعبنا في اليوم اللي كان فيه جمهور في الملعب وشفت جمهور الاهلي يعني برضو الناس ما بتنسيش الناس الاصيله كويس وحبهم وانتمائهم. فالابناء المخلصين برضو الجمهور ما بينساهمش ابدا. لكن هي قعدتي في النادي انا ما اعرفش اقعد غير في النادي الاهلي ودي قعدتي لحد ان شاء الله. تعرف يا كابتن ربيع يعني عايز اشرح للناس يعني ايه جمله مهمه جدا واحد من نجوم النادي الاهلي اخلاقيا ومع المنتخب الوطني كاس عالم ومكسر الدنيا مع النادي الاهلي بطولاته مع جيل عظيم كنتوا موجودين. و ربيع ياسين الاسم الكبير جدا مش عايز اتكلم بالموضوع ده لان ناقشناه قبل كده لكن عشان اوضح للناس ما شفتهوش في حاجه جوه النادي الاهلي خالص
لكن عمره ما قال ولا عنده عزه نفس وهي دي الحقيقه كده. لا انا بنتمي النادي، انا بتشرف، وبعدين في نصيب وعدم وفي توفيق عدم توفيق. ممكن في وقت ان شاء الله ممكن ادخلش خلاص، انا ما بفرضش نفسي وبعدين بدور على المصلحه. وفي نفس الوقت ابناء النادي مخلصين كتير جدا خلاص. فانت زي ما انت شايف احنا بنروح نتفرج على التمرين، بنروح بنتابع الماتشات، ولا مش في استوديو تحليلي بنسافر بنشوف، بنقف مع الاجهزه الفنيه مع وكلنا. حتى لما بقابل حسام بدري او بقابل احمد ايوب او بقابل سيد معوض او مثلا مجلس الاداره لا لا موجود. وفي نفس الوقت مش لازم اشتغل عشان اتكلم، ومش لازم اشاد، خد بالك. فده نصيب والحمد لله راضي بيه جدا جدا. وحتى لو انا استمريت لحد ما اموت ما اشتغلتش في النادي الاهلي، فانا بتشرف ان انا موجود في النادي الاهلي وبنتمي لهذا الكيان، وبحترم كل الناس اللي موجوده، واحترم الناس مش عشان انا محتاج حاجه، لا دي طبيعتي انسانيتي وطيبتي انا كده. عشان انا لما بتكلم كده عشان مش محتاج حاجه، لا هي دي طبيعتي. عشان مش منتظر حاجه، انا منتظر من الله سبحانه وتعالى. وانت عارف بنقعد نهرج ونستمتع، والخميس بنصوم ونفطر مع بعضينا ونصلي مع بعضينا ونقعد نشرب وناكل، وانت بتبقى موجود ونبقى سعداء. وما تغيب اقول لك انت فين يا شادي؟ ما جيتش ليه؟ انت فين؟ ونفضل ندور على بعض. ده المره اللي فاتت خلينا بقى احنا بندردش بقى، احنا قلنا القنوات يعني مش عايزين ندخل في الانتخابات لا لا عشان نوجع القلب تمام. لكن المره اللي فاتت والله العظيم ثلاثه يعني لازم اقول لحضراتكم عشان تعرفوا قيمه الراجل العظيم اللي قاعد قدامي. كنا قاعدين ومتفقين وهناكل وكل حاجه، وجالي ضيوف ولقيت الكابتن ربيع بنفسه صحيح جايب لي اللي فات صحيح الكابتن ربيع شلتهولك. بجد انا عايز اقول لك على حاجه، اسعاف زمايلي قالوا لي ايه؟ قالوا لي ايه الاخلاقيات دي؟ لا طبعا. قال لي احنا بنحسدكم اللي عندكم فيهم واحد اللي واحد زملكاوي. قال لي بنحسدكم الكابتن ربيع ياسين. الراجل عمل موقف ممكن يكون بسيط لكن فيه لا طبعا معاني كتير. ما نسيتش. وبعدين خلي بالك، اصل انت كنت واقف وانت واخد بالك، واحنا طلبنا السندوتشات. استاذ احمد شاهين الله يمسيه ربنا يبارك له عزمنا على سندوتشات. الراجل قام بالواجب، فانا قلت لهم شادي كان واقف هنا راح فين؟ قالوا ده راح مشوار وراجع. واخد بالك؟ قلت لهم طيب خد يا عمرو السندوتش ده والحاجه الساعه. معلش والله ما ينفعش، انا كله توزع، وزعت طاقتك. وعماد قلت له يا عماد السندوتش بتاع شادي والحاجه الساعه انا شايله ما، فشلتهم في الامانات. لقيتك اتاخرت، حتى كان جنبي اتنين اخوه طلبوك وانت ما ردتش. قلت لهم معلش هات اجرب انا معلش عشان ده لا رديت عليك. السندوتش ده مش هياكله غير شادي والحاجه الساعه والله العظيم. فرديت عليا واخد بالك، قلت لك انت فين؟ قلت لك مع شادي بعد اذنك انا هبعت لك السندوتش. لا طبعا. عارف يا كابتن ليه فتحت الموضوع ده؟ ممكن البعض يتريق بالثقافه. لا 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 عارف ليه فتحت الموضوع ده؟ لا عشان ابين طبعا قد ايه اللي فيه اخلاقيات الكبير مع الصغير. طبعا طبعا. قد ايه اللي احنا فعلا عندنا حاجات مش عند حد والله العظيم. انا بقول الحقيقه طبعا طبعا. لا وانت شادي انسان كويس وانسان محترم وانسان مخلص جدا وانسان يعني مؤدب، بتحترم الاخرين وتحترم الناس وتحترم كباتن النادي الاهلي وتحترم بعض. في مواقف كثيره جدا كانت بينا وبعض في الاوضه، انا عارف ان في ايام كثيره جدا كنت اقول لك الشيخ تقول لي حاضر. لا ملتزم جدا وبنحبك ونحترمك، واكيد انت بتحترم الكبار طبعا وبتحترم الكباتن طبعا. ودي ميزه كويسه فيك يعني. كابتن ربيع عايز ادردش معاك شويه كوره كمان يعني. الماتش الاخير الناس اتكلمت فيه، لكن انا هتكلم على فكره تانية. شفنا عناصر بتاخد، محمد هاني بيلعب سردباك، ايمن اشرف بيلعب سردباك، شفنا احمد حمدي بيتالق بشكل كبير جدا، وكابتن حسام بيثق فيه كمان بالمناسبه. لعيب موهوب كويس في مباراه الكاس، نشوف عناصر تدخل مع اللعيبه الموجوده، وده كله لمصلحه الفريق. طبعا هو دي مهمه جدا الفتره اللي جايه عندك انت. كل من الشهر من الخميس اللي جاي كل اربع ايام مباراه عندك، بعد كده توقف المنتخب، توقفات المنتخب عندك، ان الكاس هتلعب بدون دوليين، عندك الاصابات، فعندك هتدخل بقى في افريقيا باذن الله تعالى التصفيات. مهم جدا ان حسام يدور موضوع التدوير بدقه غير عاديه، لان انت عندك ميزه ان عندك لعيبه وعندك تجهيز وعندك اداريات وعندك فنيات وعندك تدوير. عشان مهم جدا ان انا امشي ببطوله زي ما انت مطالب ببطولات، البطولات مطلوب ليها شغل اداري كتير جدا وشغل فني على اعلى مستوى. دي 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 موجوده، وانا عارف ان كابتن حسام احنا عندنا خلي بالك زي ما عندنا ايجابيات فنيه عندنا سلبيات فنيه. قول السلبيات عشان تعالى. مفيش كلام طبعا. السلبيات عندك في الثلث الاولاني الدفاع والثلث الهجومي. انت خرجت بسبب الموضوعين اللي بتكلم فيهم، الثلث الدفاعي والثلث الهجومي. الثلث الدفاعي يعني الاخطاء، لما يتعمل كروس بالعرض عشان امسك الراجل يبقى شايف الكوره وشايف. اكيد الكابتن حسام هيعمل تخصص للمدافعين للقلب، واخد بالك، مهم جدا لان انت عانيت. وفي نفس الوقت الثلث الهجومي انت عندك ميزه مش موجوده عند فرق مصر كلها، بتكسب وبتاخد بطولات عشان بتوصل للثلث الاخير اللي هو الثلث الهجومي الامامي.
بتوصل برباعي بيعرفوا يسجلوا وفي نفس الوقت تقصد استغلال الفرص اهدار الفرص الكتير طبعا تعالي طبعا شوف التلت الوسطاني احسن تلت عندك طبعا كل الفرق رجاله ونجوم وبيكسبوا ده انا بتكلم على الفتره الأخير انت الوداد بص نسبه الاستحواذ عندك في الماتش الاولاني في مصر اكتر من حاجه و60% وهو كان قال ما جبتش غير هدف انت النجم بص نسبه الاستحواذ والسيطره وصلت بيها وسجلت عدد كبير جدا من الاهداف هو ده النادي الاهلي تجيلك فرصه سجل تجيلك فرصه سجل فانا اعتقد ان فاطن جدا الموضوع ده واكيد حسام مدرب كبير ونجم كبير جدا واكيد ان هو الحاجات دي هيعالجها لان احنا محتاجين الايجابيات طبعا ظهور النجوم اللي كانت موجوده خد بالك انك بتكسب دلوقتي باقل مجهود معناه ان عندك فكر عالي وعندك نضج فني غير عادي وعندك فردياتك واخد بالك اللي بتحسم لك غير الجماعيه عندك جمعيه دفاعيه عندك جمعيه هجوميه وفي نفس الوقت عندك افراد على مستوى عالي جدا بيحسموا لك في اي وقت، عندك شغل هجومي من الاجناد، عندك افراد، عندك 7 لعيبه في الجانب التكتيكي بتاع حسام البدري بيكسر بيهم اي فرقه الحمد لله، فقصدي الفنيات زائد الترابط، زائد الحب، زائد واخد بالك ان كله بيحترم بعض، ان حسام بيقدر على قدر ما يمكن على قدر ما يستطيع ان هو يدي كل واحد حقه ويلاعب ده وشفنا وشوش جديده شفنا هاني متالق قناديله فتره كبيره جدا وشفنا واخد بالك محارب رجع تاني وشفنا احمد الشيخ ان شاء الله يرجع وشفنا ازارو بقى احسن يعني الامور اعتقد من وجهه نظري باذن الله ان الفتره الجايه هتبقى احسن وافضل من الفتره السابقه باذن الله. كابتن ربيع وبعدين معلش يا سيدي الحمل كان تقيل ده الاهلي كان بيلعب في الدوري وكاس ومنتخب وافريقيا حمل تقيل جدا الله يكون في عون الجهاز الفني ويكون في عون اللعيبه لكن دايما لعيبه الاهلي انا من وجهه نظري محترمين رجاله ما شاء الله يعني حتى كان ممكن ربنا يوفق عدم التوفيق اللي خلانا ما خدناش افريقيا انا من وجهه نظري عدم التوفيق مفيش لعيب اثر مفيش مدرب اثر مفيش اداري اثر مفيش جمهور اثر لو كان حصل ده كنا هنقول طبعا انت شفت الجمهور لما نزل في الملعب اليوم قبل السفر انا الصوره دي محتفظ بيها مش هنساها كنت في الملعب كنت في الملعب الجزيرة؟ طبعا بجد طبعا مش احنا بنروح نودع ما خفتش يا كابتن لا خلاص اسالك سؤال لا بص ولما رحنا الملعب اولا ولما احنا كنا بنلعب في الملعب الصغير تلعب فرقه الشمس فلازم تعدي على كل ده بص احنا كنا هنموت من حب الناس لينا والتصوير لكن انا عاوز اقول لك المشهد ده يا شادي مشهد عجيب جدا عمري ما شفته في الملاعب محتفظ بالصوره دي طبعا عندي اجيب لك في وقت محتفظ بيها مفيش كلام ده مشهد ادي الجمهور له دور وكتر خيره وعمل ايه تمسك بقى ايه الجانب الاداري لا الجانب الاداري على اعلى مستوى الناس وقفت والناس وفرت والناس سندت وحاجه الاداره سندت بكل ما تملك من قوه دي حقيقه حقها بعد كده الجهاز الفني حاول واجتهد ووصل ولعب ولعب على اخطاء الاخرين ولعب بايجابيات ولعب بسلبيات ولعب بفنيات وقدرنا نكسب النجم على اكسب تكسب الترجي وتكسب النجم وكان الثالث الفريق الوداد لكن ربنا ما قدرش فعدم التوفيق تيجي بقى على اللعيبه دور اللعيبه المنظومه كلها ماشيه في طريق واحد عشان منظومه لعيبه اللعيبه رجاله محترمين جدا حاولوا ادوا اجتهدوا اشتغلوا كافحوا اخلصوا لكن ما فيش توفيق فالاربعه ماشيين في اتجاه واحد وعملوا اللي عليهم لكن اراده ربنا فوق الجميع ربنا ما كانش رايد وما قردش وكان فعلا كان ممكن وكان سهل جدا لكن بص يا اخي في كده ايه ده كل ده كان في السادة بتزع عدته عشان تروحوا تلعبوا فرقه الشمس اساسا انا عدينا بمعجزه انا ما قدرتش اعدي انا كنت بمعجزه والاسوار والسلوك والحديد والانوار وحتى الانوار اللي جوه داخل النادي الاهلي ده جمهور ما فيش زيه يا شادي صح بالك ده جمهور ده منظر يا جماعه لا يمكن يتنسي ده الجمهور جاي يطمئن وجاي يشجع لاعبيه وجاي يحمسهم وجاي في ظهرهم فانا قصدي المنظومه كلها عملت كل ما تملك لكن اراده ربنا انا من وجهه نظري عدم التوفيق هو اللي خلى الاهلي ما يخش كاس افريقيا متفق مع حضرتك 100% ما كانش فيه اي تقصير ده كان خالص. مهم جدا اللعيبه عملت اللي عليها قدر الله ما شاء فعل لكن المهم اللي جاي طبعا استفدت من زي ما حضرتك بتقول اروح بقى محتاجين بطوله افريقيا ابقى عالجت الامور عارف النواقص اللي عندي ايه طبعا. الاخطاء اللي عندي ايه ونعالج بسرعه عشان ده حلمنا كلنا بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه كابتن ربيع حبيبك وحبيبي المباراه الجايه لكابتن مختار مختار الانتاج الحربي امام النادي الاهلي مباراه صعبه مفيش كلام مفيش حاجه سهله هو بص همسك الطرفين الطرف بتاع الانتاج عنده ظروف خاصه انتاج نادي محترم وفريق محترم ومعاه مدرب محترم الجهاز الفني كابتن مختار وعنده رئيس مجلس اداره محترم اللي هو اشرف عامر وعنده مدير كره محترم خالد مهدي وعنده اجهزه وعنده لعيبه كويسه لكن هو الظروف اخر 3 ماتشات فيهم هزيمه اسيوطي تقريبا اسماعيلي
ومش عارف في الماتش الثالث كم في اكيد الحاجات دي بتبقى في الحسابات، يعني تركيزهم بيعلى خد بالك، ونظامه بقى خد بالك، وعاوز يخرج على حساب انه ممكن ان انا بس هو انا متهيألي من وجهه نظري الله يكون في عون اللي قابل النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي بطل طول عمره، اللعيبه عارفه يعني تركيز يعني ايه، يعني بطولات يعني ايه، يعني مكسب ايه. الاهلي بيلعب عشان يكسب البطوله مش عشان ياخد ثلاث نقاط، عشان ياخد البطوله. فعنده كل ماتش واخد بالك بالنسبه له ماتش بطوله مش ثلاث نقاط ماتش عادي. فاللعيبه عارفه يعني التزام واصرار واراده اهو. الاهلي يملك برضه اجهز لعيبه، انا بقول الكلام ده من السنه اللي فاتت هنا قبل الدوري والكاس وافريقيا، اجهز فرقه في مصر النادي الاهلي، قلت اجهز فرقه في افريقيا الاهلي يملك الحلول، يملك التنويع، يملك القدرات الخاصه اللي يقدر يكسب بها اي فريق مع احترامي الشديد. صح. فماتش هيبقى صعب جدا للانتاج فنيا، مطلوب كتير جدا من الكابتن مختار واللعيبه، لكن الاهلي يملك عناصر تقدر بامر الله تعالى. كل مكان في ثلاث لعيبه كابتن، في كل مكان في ثلاث لعيبه، فلا يعني الاهلي فنيا الله يكون في عون الفريق اللي قبله، الاهلي اجهز، الاهلي افضل، الاهلي احسن. وبعدين زي ما قلت لك ما فيش هزار في النادي الاهلي، بيلعبوا عشان يحافظوا على البطوله. الجمهور لما بيجي يعني اللعيبه دي بتعمل حساب الجمهور كويس، وتعمل حساب الكيان كويس. وخلي بالك انا لعيبه انا شايفها بفضل الله تعالى بقلل الاهلي النهارده بتكسب تليفونات منسوب في الكاس، واخد بالك ما في متهيألي ما فيش فرقه كسبت اعلاها ثلاثه. برغم ان النادي الاهلي كان فيه غيابات كتير جدا، كتيرة جدا. افضل فريق ادى طبعا اداؤه نادي وانت ده كان ممكن الاهلي يضيع فرص، اتنين بينالتي ضاعوا واخد بالك، وعندك الفرص كان ممكن نتيجه. ده بقى القليل لان البديل موجود جاهز وزي الفل ومستعد. فالاهلي فنيا ما تخافش عليه يا شادي من وجهه نظري انا، وفريق طبعا مرشح بقوه رقم واحد بفضل الله تعالى ان هو يحتفظ بمشيئه الله تعالى ببطولة الدوري العام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. كلام مهم جدا من كابتن ربيع، هنتقل بيك لملف آخر وهو مباراة منتخبنا الوطني أمام غانا. شفنا عناصر بتتألق، شفنا عناصر زي شريف إكرامي وشيكابالا كانوا مميزين جدا في المباراة، وهنلاقي إحلال وتجديد في المنتخب ده ممكن بس مش بنسبة كبيرة، الراجل عنده ثوابت من وجهة نظري. لكن قبل ما أروح لدي، وانت من شويه بتقول لي الجمهور وجمهور الاهلي في الجزيره وجمهور الاهلي موجود بيساند دعمه ومش زعلان خلاص انت عملت اللي عليك، ما احنا رحنا كاس عالم، وهنا الربط اللي انا هسال بقى حضرتك فيه، رحنا كاس عالم لازم نستغل ده. وفي الدوري مش اتوعدنا اكتر من مره اللي الجماهير هتحضر يا كابتن ربيع؟ ده لازم، ولازم نشتغل عليه، ولازم المهندس هنا وليد اشتغل عليه طبعا، وده مهم جدا جدا، ولازم ادارات الانديه برضه يبقى لها دور يا شادي باذن الله تعالى. انديه زي النادي الاهلي زي الزمالك زي لها دور. الجمهور ده الوقت اللي لازم يدخل فيه الجمهور بامر الله تعالى. التجارب اللي فاتت السبع تقول ان الجمهور ما شاء الله تعلم ودرس وخلاص ونضج، وعرفوا ان مصلحه وطننا فوق الجميع، ان لازم ادخل استمتع بمباراه وبهادي جدا، لا تكسير ولا خروج عن النص ولا اي حاجه، مفيش حد اكبر من القانون، ودلوقتي في قوانين واتفعلت القوانين. فلازم الجمهور فعلا، انت شفت الجمهور بيدخل ازاي في النادي الاهلي ويخرج. ده لو كان زمان لو 2000 واحد كانوا بيعملوا مشكله على كوبري قصر النيل والدنيا بتقف والدنيا بتقف. لكن بص السلاسه في الدخول والخروج والعاد والنظام والصفوه، خلاص شفت انت في تجربه ماتش الكونغو بتاع كاس العالم، شفت في ماتش الوداد النادي الاهلي، شفت في ماتش النجم، شفت في ماتش خلاص الترجي، شفت الترجي واخد بالك. ده انا بقول لك ان التجارب السابقه واللي كانت موجوده تقول ان شاء الله على وزاره الداخليه انها تهتم بالموضوع ده باذن الله تعالى، ان شاء الله، وادارات الانديه. واعتقد ان جمهور المدرجات في حاجه الى في حاله يا جمهور، وصلنا كاس العالم الحمد لله، ده بفضل الله سبحانه ثم تعاون الجميع وجهد الجميع. فان شاء الله الدور على الناس المسؤوله ان هي تقف بجانب الجمهور، ولازم يدخلوا ويستمتعوا ويعيدوا الرونق والجمال بتاع المدرجات والمباريات الدوري العام. كابتن ربيع، كاس العالم مصر في كاس العالم، وأول مرة في التاريخ 4 دول عربية موجودين، حاجة مشرفة، حاجة محترمة. هنعمل حاجة إن شاء الله؟ هنعمل، نعملش ليه؟ مفيش حد أكبر من التوفيق زائد الاجتهاد. أنا بجتهد لما إن شاء الله القرعة تيجي، مهم جدا، بس أنا عندي 6 شهور، إن أنا أشتغل في 6 شهور دول يا شادي كويس أوي، معسكراتي وماتشاتي واخد بالك، والمدارس اللي أنا بإذن الله هتعامل معاها لما القرعة تيجي.
ده مهم جدا ان احنا عندنا محمد صلاح النهارده نجم من نجوم العالم بفضل الله تعالى، مرشح بقوه ان ياخد احسن لعيب ويستاهل، واخد بالك؟ وغير فعندنا مجموعه من اللاعبين اللي على مستوى مصر دايما مليانه باللاعبين ومليانه بالمواهب، وعندنا منتخب متوسط اعماره حلو كويس ووصل كاس العالم عن جداره واستحقاق بفضل الله تعالى. فانت تعمل كل حاجه لما تجتهد ولما تركز ولما تلتزم، ومن داخلك النظام في التخطيط، النظام في المدارس اللي لعبها، النظام في اللي في الفرز الاول في خد بالك المنتخبات القويه، النظام والابداع في الطرق، النظام والابداع في خد بالك في ان انا ابقى جريء جدا واعمل كل الشغل ان شاء الله. ده كاس عالم اعلى حاجه واحسن حاجه. فعلى مستر كوبر بامر الله تعالى الراجل برضه تهاجم كتير جدا، لا لكن هو له دور كبير جدا، الله سبحانه وتعالى ثم الجهاز الفني مستر كوبر له دور كبير جدا بالجهاز الفني، المهندس جميع اعضاء مجلس الاداره لهم دور كبير جدا، اللاعبين النجوم كلهم لهم دور كبير جدا، الجمهور منظومه برضه في اتحاد الكوره ماشيه زي الفل وكله اجتهد واشتغل، ده حقهم بما يرضي الله. فانا بقى عاوزينه ان هو ينظم اموره في الاختيارات وينظم اموره في المعسكرات ونظم اموره في المباريات ان شاء الله، يعمل احتكاك قوي جدا وفناتها على المستوى، واكيد الراجل بقى خبراته الكبيره ان شاء الله كلها هترجع كلها اللي عنده هتطلع في كاس العالم، نضجه الفني اكيد ان شاء الله يطلع في كاس العالم، ويا رب ان شاء الله نشوف نتائج كويسه ونشوف مباريات كويسه ونشوف اداء قوي ونشوف كل حاجه كويسه لمنتخبنا بامر الله تعالى. طبعا احنا بنشوف كل حاجه كويسه كابتن. صحيح ده كاس العالم بقى يبقى. كابتن ربيع عايز اسال حضرتك، ما ينفعش معايا بقى الذكريات عندك مختلفة وأنا بحب أكون تبتحن. جيل كابتن محمود الجوهري والجيل الكبير ده، وبتقابل كومان وأسماء رنانة، احكي لي كده كواليس الماتش ده بتاع كأس العالم أمام هولندا، وبتتكلم على فطاح لإي سي ميلان. كنتوا خايفين يا كابتن ربيع؟ طبعا خايفين جدا، ده هم كانوا أبطال أوروبا 88 كمان، وبعدين احنا بس في ميزة لكابتن الجوهري قعد يفرجنا لما القرعة جت، قعد يفرجنا، كان جاب لنا شاشة كبيرة جدا كبيرة وقعد يفرجنا. فين؟ كان في المعسكر بتاعنا هنا في مصر قبل ما نسافر، فرجنا على هولندا كتير جدا، واخد بالك؟ كل واحد حافظ ودوره، وبتاع كابتن الجوهري في الملعب وعلى السبوره، والفيديو كان مميز وحاجه جميله جدا. لا شفناهم. هو انت كنت بتلعب سيرد باك ولا باك ليفت؟ لا اخترت لا مساك سيرد باك بجد. كنا بنلعب ب3-5-2 الليبرو هاني رمزي واثنين مساكين، هشام كان ربيع ياسين، واخد بالك؟ والخمسه بتوع وسط الملعب باك ليفت. يعني انت كنت سيرد باك؟ مش باك ليفت. لا وبعد كده احمد رمزي، كابتن احمد رمزي تروح انت رايح الطرف شويه. تمام واخد بالك؟ خمسه وسط ملعب وثلاثه واثنين روس حربه جمال وحسام حسن، وخمسه طبعا مجدي واحمد رمزي وابراهيم حسن واسماعيل يوسف والكاس. فطبعا شفناهم اتخضينا، انت دايما في الطرقه واخد بالك ايه اللي حصل في الطرقه؟ الحكام بييجوا يشوفوا جوازات السفر ويشوفوا واخد بالك الحاله ويشوفوا الجنسيه ويشوفوا ويطمنوا انه دور اللي متأيدين في السكور والحاجات دي كلها. بيبصوا لنا طبعا واحنا مرعوبين، لكن لقيتهم بقى كلهم مرعبين، قلت لهم بصوا يعني انا مش ناسي طبعا دي حاجات ما تنسيش، قلت لهم اطمنوا ما تخافوش احنا هنقعد ندعي عليهم كتير. لا والله يا سيد انت لو تلاحظ لك على حاجه والله عملنا ماتش هاي بس لا بس الواحد كل لما يشوفه بيستمتع. احنا استعدينا كويس جدا واتمرنا وانت عارف سافرنا كتير جدا. لعبت كم ماتش ودي مثلا كتير؟ ده اكتر من هنخش في حوالي اكتر من 15 مباراه وديه. ده احنا رحنا سفرات كتيره جدا وجينا في مصر هنا عملنا ماتشات كتيره جدا. فقلت لهم بقى ده كنت خلي بالك وانا مساك. بص وانا مساك ده كله ده بص انا هلعبها واروح راجع مكاني على طول، انا بقيت مساك وبهاجم. انت فاكر كل الماتش؟ طبعا. فبقى قلت له تاريخ كابتن كبير. طبعا الحمد لله الحمد لله. كابتن جمال عبد الحميد جمال. فقلت لهم بصوا يعني انت كابتن المنتخب مش هو صح؟ لا الماتش ده ماتش هولندا، لا جمال الكابتن وانا نزلت ايرلندا الكابتن، لان كابتن على مجدي يعني واخد بالك، مجدي كان محترف بره وبتاع، فجابنا كان قصه بمناسبه مستر فايتس لما كان ماسك المنتخب جابنا انا ومجدي، انا ومجدي لعبت في وقت واحد. قال له لا مجدي بص ربيع موجود هنا في مصر. وربيع اللعيبه بتحبه جدا جدا تحترمه، وهو الراجل قايم بدور عليك ما يقول هو اللي هيبقى الكابتن. مجدي بصراحه له خلاص هو الكابتن مفيش مشكله خالص. وكابتن ثابت البطل كان موجود معاكم؟ كان معانا بس نتكلم على الملعب كان معانا طبعا. بس كابتن هو الكابتن الكابتن طبعا طبعا بيزعل الكابتن جمال عبد الحميد. هو بيتكلم يقول لك بص لما نروح اي اماكن يقول لك اثنين لبسوا الشاره في كاس العالم جمال حميد وربيع ياسين. يعني انا في ماتش ايرلندا انا نازل الكابتن، خد بالك، وجمال هولندا هو الكابتن.
تاريخ. فالحمد لله يعني. فقلت لهم بقى بصوا يعني هنقول عليها كتير جدا، واحنا خدنا بكل الاسباب، انا كان ليا دور الحمد لله وبتكلم والناس كانت بتستجيب، والكابتن جوهر كان بيحب دايما اللعيبه الكبيره تتكلم وتطمن اللعيبه بتاعتها. فقعدنا بقى كان بيحفظ يفرجك على 50 شريط. فقعدنا فتره كبيره جدا نشهد هم يقولوا امين لحد ما ربنا كرمنا وعملنا من احسن ماتش في حياتنا ماتش هولندا. كابتن اكلمك بصراحه، الاجواء غير الاجواء من نظام حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص، اجواء ثانيه عشان نشرح للناس. كاس العالم ده حاجه يعني من نظام بالثانيه ومواعيد تدريبك وكل حاجه، والعربي وبيمشي معاك عربيه امن واخد بالك وبتامنك لحد ما يعني لحد ما توصل لحد ما تمشي. هو ليه الجماهير في ايطاليا تعاطفت مع لما كنا بنسمع، انا كنت صغير في المباراه دي متذكر والله اتفرجت فين، كان والدي معاه مجموعه من صحابه كتير جدا. عايز اعرف من حضرتك الجماهير كانت ابتدت تتعاطف كلها غير الجماهير المصريه اللي كانت موجوده، الجماهير اللي في الملعب الايطاليين اللي كانوا موجودين كنا نسمع اي فرصه المنتخب تشجيع. انت عارف اللعيبه المصريه عشريه وجدعه، خلي بالك الايطاليين نفس في تفكيرنا طبعا كتير. طبعا ودايما حتى لما كنا نروح افريقيا تلاقي الترابط بيننا واحنا بنسافر من اي مكان الناس تبكي تعيط والله العظيم من العشره، احنا طيبين جدا وجدعان واخد بالك ونحب ان نقرب جدا، وتلاقي خلي بالك المكان اللي رحنا فيه حتى في الفندق واللي حوالين الفندق وفي اللي خد بالك الامن ترابط غير عادي، احنا عشرين وقريبين وتلاقينا حب يعني فينا الحته الحلوه دي. فالمصري الكابتن محمود الجوهر الله يرحمه قال لكم ايه بعد التعادل في المباراه دي؟ احنا بعد التعادل ركبنا الاتوبيس طبعا كانت مصر كلها في الاستاد تحس ان انت في مصر ايوه والله ايوه واقفين قدام الاستاد وبيحتفلوا بينا عايزين يشيلوا الاتوبيس لان تعادل تاريخي، وفي نفس الوقت كان بص المصريين عاملين ازاي كتار. ف انا بصراحه ما انساش يعني، هو الكابتن جوهري كان عاقل جدا في الاوقات دي. انا كلمت كلمه في الاتوبيس وقلت ان الحمد لله ربنا كرمنا ونستعد للي جاي وده تركيز كويس ونركز وفرحه المصريين. كابتن جوهري انت عارف بقى ملك التركيز يعني هو دايما عاقل جدا، وفي نفس الوقت ماتش وانتهى ويا جماعه عندنا انجلترا عندنا ايرلندا ماتش صعب جدا مش سهل، وحيانا طبعا الكابتن جوهري مفيش كلام وقال لنا عاوزين ان شاء الرحمن طموحنا يبقى اكبر، عملنا ماتش كويس بشكركم عليه كويس جدا وشكرنا فرد خد بالك، وان شاء الله النهارده ناخد راحه باذن الله تعالى، والصبح هنعمل بقى الاستشفاء ونعمل للناس اللي لعبت تستريح وناس المتمرنه وكده. وقدر انت عارف الكابتن جوهري في معسكراته بيبقى ملم بالنواحي الاداريه والفنيه وبيجهز اللعيب احسن تجهيز في الدنيا. كابتن رحتوا بعد كده لايرلندا المباراه نفس الملعب برضه لايرلندا الماتش الثاني، وده كان ماتش صعب جدا جدا واخد بالك، لان هو فنيا انت على حسب فنيات الفرديات اللي فنيا قليل بس كانوا اقوياء. ما هو انت ما انا جاي لك اهو، ما هو انت بقول لك على حسب الفنيات بتاع الفريق المنافس انت بتفصل الطريقه واخد بالك والنظام وسير المباراه خلال 90 دقيقه. الكابتن جوهري عارف ان في التحام وخشونه ودي ايرلند واطوال واخد بالك واحتكاك، فعشان كده هو عمل خطه دفاعيه، هو احنا هناخد عاوزين ايه من الماتش، يا نكسب يا نتعادل. انا فاكر كنت الكابتن دخلنا المؤتمر الصحفي لازم الكابتن والمدير الفني فطبعا هو كان بيدربهم جاك شارلوت واخد بالك، فدخل اول ما دخل وجه وعنف وايه الفرقه دي وايه الكره اللي بترجع للحراس المرمى وايه الكره دي كده على طول. الكابتن جاي اتسال سؤال رد وانا اتسالت سؤال في مؤتمر صحفي شكرا وخرجنا وخلاص، لكن هو الجو العام فنيات الماتش هي كده خد بالك، اسلوب لعب فريق ايرلندا هو كده، فالكابتن جوي واجه الاسلوب بالاسلوب واخد بالك والفنيات بالفنيات. لما يكون فريق ما هولندا احنا خلي بالك هولندا عملنا ماتش ممتع سجلنا دخل فينا سجلنا هدف ضيعنا اهداف برافو عليه سهله جدا، لان هنا هولندا فيها فنيات فيها مهاره، قابلنا المهاره بالمهاره وقابلنا القوه بالقوه وقابلنا السرعه بالسرعه وقابلنا الشغل الخطط كل حاجه قابلناها تفوقنا، لكن ايرلندا كان مش عشان كده انتهى تعادل وما كانش ينتهي غير تعادل الحمد لله يعني. كابتن ربيع جاي لك رسائل، واحد بيقول لي بالله عليك تقول الرساله دي للكابتن ربيع. اولا بحيي انا محب البرنامج، قول للكابتن ربيع ياسين انا بحبه قوي واسمه محمد عبد الخالق مره ثانيه، وانا بعشق ابو تريكه ودعيت ربنا يحشرني معاه، ربنا يطول لك او يبارك في عمرك. الناس بتحب حضرتك وتحب ابو تريكه او الناس شاكرين جدا، وابو تريكه اسم عظيم وانس وانسان كبير جدا وربنا يوفقه ويسعده ان شاء الله نشوفه باذن الله. في ابو الايسار محمد بيقول تحياتي ليك يا كابتن
تحياتي فيك كابتن ربيع، واحد من الشخصيات المحترمة جدا، وكابتن شادي ربنا معاك ويوفقك وكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. بشكره طبعا على روحه الكويسه، بيفهم وعنده نظر وعنده عين، كتر خيره، جزاه الله خير. في رنا السيد، الحوار مع كابتن ربيع ممتع، واحده من اجمل الحلقات، وانا بتتابعكم على طول انتم مع بعض. عشان الناس جدا دايما بتركز معانا. لا وانت عارف بقى لما اتصل قال لي شادي، قلت له لا طبعا ما اقدرش اقول لك لا، شادي هيجي له على طول. حبيبي يا كابتن ربيع طبعا. كمان في عمر نشأت بيقول تحياتي ليك يا كابتن ربيع، اخلاق حضرتك كبيره جدا، ونفسي نفسنا نشوفك داخل النادي الاهلي في اي منصب. انا موجود في النادي الاهلي، انا بروح فين يعني، ومش لازم منصب يعني، ده بيتي وبنتمي ليه وبتشرف، وربنا يوفقه ان شاء الله. بشكره جدا. مصطفى محمود بيقول برنامج كره والجماهير يعبر عني، كمل في طريقك يا كابتن شادي، وتحياتي لضيفك الكريم المحترم الكابتن ربيع ياسين، وذكره بمنتخب وكاتب اللي انت صالح جمعه يعني، كان الشباب منتخب الشباب بيتكلم على صالح جمعه، وانت كنت بتطلع افضل ما عنده. شاكرين وكتر خيره، ودول ابناء مصر ولاعيبه كبيره جدا، وانا سعيد جدا ان كان ليا تجربه معاهم ونجحت الحمد لله رب العالمين. كان منتخب رائع كابتن ربيع. مش كلام، خدم كاس افريقيا في اصعب ظروف يا شادي. كاس افريقيا عاوزين اكتر من كده. ما كانش في ظروف، ورحنا بيه كاس العالم. خد بالك، فالحمد لله بشكره، وفضل من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. في ايمن السيد، كابتن شادي بشكرك على الحلقه الجميله دي، وتحياتي ليك والخلوق المحترم الكابتن ربيع ياسين. هو محترم، هي ناس محترمه، بشكرهم جدا جدا، وحاجه جميله جدا هم يعني، متشكرين. في صلاح السيد بيقول كابتن شادي انت كل حلقه بتعرض الصحف اللي موجوده بتحاول، قال لي هم دولت اللي بيعملوا فتنه داخل النادي الاهلي، سيبوا الاهلي لاولاده واللي ليه مصلحه يستنى شويه، وبحييك على كلامك انت والكابتن ربيع ياسين، وخصوصا كمان ضحكته الجميله عن كاس العالم. الناس متابعه اول بقى. تمام. كمان في شريف مصطفى بيقول كابتن ربيع ياسين واحد من الاخلاق العاليه جدا، بحييه. انا كنت داخل انام ولما عرفت ان الكابتن ربيع ياسين موجود والله قاعد بتفرج على الحلقه. بشكره وبارك الله فيه وكتر خيره. كابتن ربيع رسائل كتير جدا جدا، ابو رياض، حمو المصري، ايهاب البكري، عيسى حساب، احمد موده، محمد عبد الرحيم، زهدي، سيد زهدي، ميدو، سينا، كابتن سيد، حسام يحيى، اسماء كتير، رسائل كتير. انا بعتذر لكم عشان اكمل كلامي مع كابتن ربيع. الناس بتحبك يا كابتن ربيع، الحمد لله، الناس بتحترمك، ودايما الاخلاق بتفرق طبعا بشكل كبير. الحمد لله، هذا فضل من الله وربنا يبارك فيهم، ونتمنى يكون عندنا حسن الظن دايما يعني، الحمد لله. هو الباقي غير السلوكيات والتصرفات والاخلاقيات دي بقى، فربنا يوفقهم، بشكرهم جدا جدا. واحنا اللي بنتشرف في شهاده ان انتمينا لكيان كبير جدا، بنحافظ عليه، بننتمي لكيان اي حد يتمنى انه يبقى موجود ومثل هذا الكيان. فكان احنا بنحبه من القلب وبنعشقه جدا جدا جدا، ومستعدين خلي بالك نضحي بيه في حد اخر لحظه، نضحي بحاجات كتيره جدا من اجل اسعاد الجمهور العظيم اللي دايما فضله علينا. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم جدا، وجمهور ما شاء الله، فبنشكره ودايما بنبقى سعداء لما حققنا نتائج كويسه عشان نسعد الجمهور الجميل اللي هو دايما ورانا في كل مكان. كابتن ربيع، واحنا بدردش مع حضرتك اهداف بتتعرض لحضرتك، ايه اللي اختلف ما بين جيل حضرتك ودلوقتي في التشجيع واللاعبين؟ هو التشجيع طبعا اختلف، في التشجيع كان ايامنا برضو الامور ما وصلتش للخروج عن النص. يعني احنا مثلا الزمالك كنا يعني ماتش اول مثلا ده، انا كسبنا الزمالك خرج، وكان في الشوط الرابع وخرجنا زي الفل حبايب. كان الزمالك برضو لما كان يكسب نادي الاهلي مفيش مشاكل خالص، واخد بالك، بنخرج حبايب. برضو الجمهور كانت برضو التصرفات محسوبه عندهم كويس قوي، ورايحين عشان الهدف ده الصيف الجزائري، افريقيا، انت داخل راس حربة، ده المواين العرب، ده المواين العرب. الكابتن جمال عبد الحميد، انا عارف ان هو صاحبك هيغير منك كل اهدافك بالهيد. كابتن جمال اتعلم يا كابتن جمال. فده المواين العرب، كان المدرب الانجليزي دور ريفي تقريبا، وكسبنا 2-0. انا سجلت الهدف، المقاولين كان فرقه قويه في طبعا ده. انا مسجل هدفين، ده وفي هدف بالرجل بالقدم، يا ريت ده بقى الهدف ده انا بعتز بيه، لان قليل جدا بيجي. لو ده موجود يتجاب يعني، لانه اولا هدف في الماتش ده، لا ماتش تاني مقاولين عرب، بس شوط تصويبه في المقص، من احسن ماتشات، من احسن الاهداف اللي جاب ده زيمبابوي بطل افريقيا.
وبرضه خد بالك بفخدة شمال. انا عايز اقول لك على حاجه للامانه عشان الاجيال دي نديها حقها. زمان الدوريات في افريقيا كان المحترف ما فيش حاجه اسمها محترفين، كان كل لعيبه جامده جدا موجوده طبعًا في الفرق. والدوري المصري برضه شادي كان جامد جدا. صح. الله هو انت حلة وترسانه واتحاد واولمبي ومنصوره اسكت بلاستيك التصنيع ده كانت فرق جامده جدا جدا واخد بالك. فزمان برضو الموهبه كان لها دور كبير جدا في انصاف المدرب. يعني اللعيبه كانت بتساعد المدرب بشكل صح قليل جدا. لما دلوقتي يعني مثلا تلاقي من ال 11 نجم في كل مركز، لما تمسك الاهلي في السبعينات والثمانينات تيجي عند الباك تاني نجم، الباك فيفت نجم، المساك نجم، حارس المرمى نجم، كله نجوم. حاليا برضو يعني برضو مش كل التيم، يعني مش كل الناس، في لعيبه موهوبه على اعلى مستوى، في لعيبه بتحاولوا جيده، وفي لعيبه واخد بالك حاجات كتيره جدا، لكن اختلفت المواهب بس مش اكثر. الله كابتن ربيع الوقت بيجري مع حضرتك جدا وانا بتشرف بحضرتك. الله يخليك. الكاميرا بتاعت حضرتك هنا. هتقول ايه في نهايه الحلقه لجماهير النادي الاهلي، لاي حد انت عايز توجه له رساله كابتن ربيع؟ لا انا بشكرك انت، بشكر حضرتك طبعا يا كابتن شادي، كتر خيرك على اليوم الجميل ده والاستضافه دي. بشكر فريق الاعداد كله، كتر خيرك. جمهور النادي الاهلي هيفضل جمهور عظيم طول عمره، مفيش كلام. لاعبي النادي الاهلي بشكرهم على مجهودهم الكبير اللي بيعملوه ونتائجهم العظيمه، الجهاز الفني، اداره النادي الاهلي، مفيش كلام. وفي نفس الوقت احنا عندنا مباراه كبيره جدا تنافسيه شريفه محترمه على المستوى، ان شاء الله تعالى الفتره الجايه في النادي الاهلي يوم 30 باذن الله تعالى. ان شاء الله التوفيق اللي ربنا يوفقه باذن الله تعالى، واللي ملوش نصيب هنقول له ارض لك وكتر خيرك، وهنشكره برده وهنطعنك وهنحب بعض، وكلنا بنشتغل عشان الكيان. هو النادي كل واحد يبقى في ذهنه الكيان، كلنا بنشتغل عشان كيان النادي، عشان النادي الاهلي. فربنا يوفق ونبقى مترابطين ونحب بعض، وتبقى الامور اللي جايه ان شاء الله سهله وجميله وحلوه وزي الفل باذن الله. الخلوق المحترم، الانسان الجميل، الكبير بتاعنا في فرقه الشمس، شرفتني ونورتني. اشكرك. السنه الاسبوع ده مش هسيبك العب ضدك عشان اكسبك. انا اتعرض عليا وانا ما اقدرش اسيبك، عشان بحبك جدا. خليك ربيع، شرفتني ونورتني. شكرا يا حبيبي، متشكرين وموفق دايما. دايما الحوار مختلف لما بيبقى مع نجوم ليها تاريخ. وقلت لكم بستمتع واحنا بنتكلم في تاريخ النادي الاهلي، وبنتكلم على نجوم بحجم الكابتن ربيع. كمان الاسبوع اللي فات كان معانا مدام اميره مرتجي والاستاذ كامل، حاجه مشرفه. بصوا تاريخ ناديكم عامل ازاي. اسمحوا لي قبل ما اختم الحلقه اتكلم في نقطتين سريعا وبعد اذن حضرتك كابتن ربيع. اتفضل. اول نقطه، كل اللي نزل الانتخابات كلهم محترمين، كلهم ولاد النادي. هنفضل نحارب العبث اللي شغال ده، اللي احنا بنشوفه مفيش حياديه، بتضيع مجهود حد، بتاخد من، بتقول على حد حاجه لا يستحقها، تخون حد، بتتكلم، بتدي حد مش حقه، كل ده احنا ضده. لكن في الاول وفي الاخر زي ما قال المحترم الكابتن ربيع ياسين، اللي هيكسب هنقول له مبروك. كابتن محمود الخطيب كسب، مبروك وكلنا وراك. هيكسب المهندس محمود طاهر، مبروك وكلنا وراك. هو ده الاهلي يا ساده، هو ده اللي احنا نعرفه، هو ده الحياد، هو ده الاحترام، هو ده هيبه الاهلي، هو ده هويه الاهلي، هو ده قيمه الاهلي. صدقوني ولو في حاجه غلط كنت قلتها وكابتن ربيع ياسين كان قاعد بره، انا على يقين وثقه اللي هو كان دخل وانتقدني على الهوا. صدقوني كمان بوعدكم مرة واثنين وثلاثة مليون ومليون، يعني دي حاجة أخلاقية معايا أنا شخصيا. أكيد الناس كلها عندها أخلاق، ودي وأكيد الناس كلها محترمة، وأكيد الناس كلها كل واحد عايز يقدم كل حاجة أخلاقيا وأدبيا. لما تشوف حاجة وتبقى عارفها وعندك يقين مليون في المية بيها وتنصف فيها ناس وتقول تبقى كلمة الحق وقولها وما تخافش. أنا بنصح الناس عشان أنا بعمل كده على الشاشة امام حضراتكم. المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، واستنونا بكره في حلقه جديده من الكره والجماهير. سلم بعد تاريخ مكتوب، والكل في واحد ونتيجة
جدا من نادي الاهلي المصري مع رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد. ونادي جدا من نادي الاهلي المصري مع رقم واحد. العالم شاهد